حيدار صيح وكل وكيت اعلنها يمك يا حيدار وهالصيحة برياض الحب تشمك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. عرفنا في الليلة السابقة من هذه الليالي الغديرية أن حديث الغدير الشريف حديث متواتر بلغ أعلى درجات التواتر، أقر بذلك العدو قبل الصديق والمخالف قبل المؤالف. وحيث أنه حديث متواتر فإنه يمكن الاستناد إليه في تأصيل أصل من أصول الدين، فإنا لو تنزلنا وأخذنا بزعم المخالفين أنه ما من آية من آيات الكتاب العزيز تدل على الإمامة بإحكام وصراحة، أقول إن تنزلنا على هذا الهراء فلنا أن نلزمهم بحديث الغدير المتواتر في أنه يثبت بمجرده لوحده أصل الإمامة، ولا يسعهم حين ذاك الفرار من هذا بدعوى أن هذا حديث لا قرآن. لماذا؟ لأن جئنا بتصريحات أكابر علمائهم التي نقلناها في ليلة البارحة من أن الحديث المتواتر في القوة والحجية بمنزلة القرآن الحكيم، لا فرق من هذه الجهة، لا فرق بينهما من هذه الجهة. تأسيسا على هذا، ماذا يمكن أن يكون بإمكان المخالف للفرار من حديث الغدير؟ إن المخالف إذا ما كان معاندا نعوذ بالله لا يريد أن ينزل على حقيقة أن حديث الغدير يثبت إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ولي العهد بعد النبي بلا فصل، ولي الأمر بعد النبي بلا فصل. فماذا بإمكانه أن يصنع إن كان معاندا؟ بطبيعة الحال إن كان غير معاند فإنه يسلم، خلص يقول آمنت سمعا وطاعة يا رسول الله، علي هو المولى، علي هو الإمام، علي هو الخليفة، علي هو ولي الأمر، هذا أسلم به. ولكن مشكلتنا هي دائما مع المعاند. المعاند إذا لاحظتم كلما ألزمته بشيء فر إلى شيء. في البداية يأتي يشكك في حديث الغدير من أصل، كما صنع ابن تيمية كما مر معنا بالأمس، تلزمه بأن الحديث متواتر فيفر إلى شيء آخر، تلزمه بهذا الآخر فيفر إلى شيء ثالث، وهكذا.
فلا بد لنا في هذه الليالي أن نخوض في كل ما يمكن أن يطرح من شبهات ومن ذرائع لإنكار دلالة حديث الغدير حتى نسد تلكم الذرائع، نسد تلك الأبواب، أبواب الشبهات هذه. مما فر إليه أهل الخلاف بعد ثبوت تواتر الحديث التشكيك في دلالة متنه، فقالوا بأن هذا الحديث لا يدل على إمامة علي وخلافته، لا يدل على أنه ولي الأمر، وإنما هو يثبت فقط أنه محب للمؤمنين كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله محب للمؤمنين، ويثبت أنه محبوب من قبل المؤمنين كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله محبوب من قبل المؤمنين. هذا فقط. تسألهم لماذا تؤولون الحديث بهذا التأويل وتصرفونه إلى هذا المعنى؟ يقولون لك لأن حينما راجعنا سبب حديث الغدير وما هي المناسبة التي قيل فيها حديث الغدير من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجدناها تدل على هذا المعنى، فلا بد من أن نصرفها إلى هذا المعنى، أن نصرف الدلالة إلى هذا المعنى. يقولون أمير المؤمنين عليه السلام كان مبعوثا من قبل النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن في رحلته الثانية، أي في السنة العاشرة، عفوا في السنة الثامنة. الرحلة الأولى كانت في السنة الثامنة، والرحلة الثانية كانت في السنة العاشرة. ففي هذه السنة وقعت شكاية من أمير المؤمنين من قبل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاصل الشكاية أن الأمير عليه الصلاة والسلام بعدما قفل راجعا من اليمن التحق برسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع قبل أولئك القوم، فلما اجتمع بهم بعد ذلك فوجئ بأنهم قد قسموا الغنائم فيما بينهم، ولبسوا من الحلل ما لبسوا، ووزعوا على أنفسهم، وركبوا كذلك من الإبل والأغنام ما ركبوا، من إبل الغنائم ما ركبوا. فهال ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن كيف قسمت وكيف استحلوا هذه الغنائم قبل أن يقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكوا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اشتكوا منه، ووقع إرجاف وفتنة وقيل وقال في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فاستدعى ذلك من النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم خطيبا في غدير خم بعدما رجع من حجة الوداع، لكي يؤكد على نزع فتيل هذا التوتر بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني مثل ما أنا أحبكم ترى علي بن أبي طالب يحبكم، لا تظنوا به هذا الظن،
أو كما أنكم تحبوني فلا بد أن تحبوا عليا. فالعلاقة يجب أن تكون علاقة مودة ومحبة فيما بيننا، هذا فقط، هذا هو الداعي لقول النبي صلى الله عليه وآله ما قال، هذا فقط. وهذا للعلم يكررونه كثيرا خاصة في هذه الأيام في محاولة منهم لتقزيم حديث الغدير، تقزيم دلالة حديث الغدير واستصغار عقول الناس، حتى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا هنا، هنا محاولة استصغار عقول الناس حتى لا يقروا ويؤمنوا بحقيقة الدلالة الواضحة لحديث الغدير. ننقل لكم قول أحد أعلامهم في صرف معنى حديث الغدير إلى هذا المعنى. هذا العلم هو البيهقي المعروف المسمى عندهم بالإمام البيهقي. البيهقي كما أن له كتاب السنن، له كتاب آخر بعنوان الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. في هذا الكتاب بعدما ينقل حديث الغدير أو يروي حديث الغدير ويسميه حديث الموالاة باعتبار أن فيه قوله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه، يقول تعليقا على هذا الحديث، يقول: وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده. أول ملاحظة هنا نلاحظها أن هذا الرجل لا يستحي، فإنه بعدما تقدم منا بالأمس من إطباق الأكابر المحققين وشيوخ الحديث بل وشيوخ القراء على تواتر حديث الغدير، أطبقوا على ذلك سلفا وخلفا، يأتي هذا ويستخدم مثل هذا التعبير حتى يوقع الشك في متلقي كلامه، يقول: وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده، في حين أنه حديث متواتر فوق تصحيح الأسناد، يعني فوق تصحيح الأسانيد، ليس من أحاديث الآحاد أصلا، هذا حديث متواتر تواتره كتواتر القرآن. مع ذلك احنا نمرر لهذه العبارة، واللي احنا ندري ليش هو ذاكرها، هو شوف طبيعتهم هكذا، يحاول يخلي عبارات معترضة حتى لا يجعل للأمر استقرارا في نفسية القارئ، في نفسية المتلقي. الآن الشخص العامي المسكين البكري العادي يقرأ مثلا كتاب الاعتقاد للبيهقي، يصل إلى حديث الغدير، أول ما يطالع حديث الغدير قلبه ماذا يتجه؟ صوب الشيعة، أن الشيعة معهم حق، انظروا هذا الحديث موجود، هذا حديث نقر به. ولما يقرأ الحديث ترى ماكو واحد، ماكو واحد إذا يكون منصف يقرأ الحديث بما هو هو إلا ويفهمه كما هو، خاصة العرب، العرب عرب بعد يفهمون. بس العرب من يجيك واحد يقول لك أنا مثل ما أنا مولاك ترى هذا مولاك، خلاص انتهي القضية. بعد ما يروح العربي، إذا عربي، إذا هو أعجمي يمكن، بس إذا عربي ما يقول لا يعني أنا أقصد أنت تحبني، يعني حتما هذا يقصد أنه أنا أحبك وأنت تحبني وهذا هم يحبنا وكلنا نحب بعضنا بعض، يعني ماكو واحد عربي هكذا يسفه عقله، الكل يفهم المعنى واضح.
الكل يفهم المعنى واضح، خاصة إذا كان في الحديث قراء تدل على هذا المعنى حصرا، كقوله صلى الله عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ مسألة واضحة، أولى يعني الأولى بالأمر، الأولى بالتصرف، يعني ولي الأمر، بعد ولي الأمر انتهى القضية. فأي عربي يفهم انتهت القضية. فإذا هذا الإنسان البكري العادي يقرأ الحديث، قلبه يتجه به صوب الإمامة، صوب الإيمان بالإمامة، فحتى لا يمر الأمر مرور الكرام عند البكرية يأتي مثل البيهقي ويعلق على الحديث ويخلي المتلقي البكري العادي يشك في دلالة الحديث، بل حتى في ثبوت الحديث. فخلص تعلق براسه هذا، يعلق براسه هذا التعليق ويمشي. يقول: وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده. ليش؟ يقول: فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وآله من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه، شكاوى كثيرة صارت من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، شكاوى على علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، وأظهروا بغضه، يعني كانوا يبغضون عليا، وبغض عليا ماذا؟ النفاق. فهو من حيث لا يريد أثبت أن في أصحاب رسول الله ماذا؟ منافقون. فشلون يصير كلهم عدول وكلهم سادتنا وكلهم رض رض رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الحاصل يقول: وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يذكر أو أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه. يذكر للناس أنه ترى أنا علي بن أبي طالب له منزلة خاصة عندي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأني ماذا أحبه، له منزلة في قلبي. فأراد النبي، كأنه هاي القضية أصلا ما معروفها، يعني شوف إيش قد تسفيه للعقول حقيقة، يعني بالله عليك هذا اللي معاصر النبي ليل ونهار من أصحاب رسول الله، ويلاحظ هذا النبي كم مرة يقول أمورا ويتصرف بأمور تفيد إفادة واضحة أن أقرب المقربين إليه من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. دائما دائما زين، إنه مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حديث الكساء، واقعة المباهلة، نزول الآية، أشياء وأشياء، يعني ما تقدر تحصرها أصلا. يعني أكو واحد عاقل عاقل من أصحاب رسول الله، مو كلامنا عن المجانين، ما يعرف هذا المعنى أن النبي يحب عليا وعليا يحبه، وأنه خصيص المنزلة عنده، وأنه قريب إلى فؤاده. هذا واحد ما يعرفه، حتى النبي يروح يجمع كل هاي الأمة في الهجير في حر الظهيرة في الصحراء، يوقفهم حتى يبين لهم هذا البلاغ اللي كلش مهم، وكأنه كان خافيا عنهم أنه ترى أنا أحب علي بن أبي طالب وأنتوا عليكم تحبونه. يعني شنو هذا الكلام؟ أين العقلانية ها هنا؟ يعني هذا حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن صنعه أحد كان سفيها. اتخيل أنا أقوم فيكم خطيبا،
أجمعكم المكتب يروح يرسل لكم ما أدري مسجات دعوات إيميلات ويتصل عليكم واعترى تعالوا هنالك بيان مهم الشيخ يريد يحكي وياكم هالليلة بيان كلش مهم أنتم هم تجتمعون كلكم تجتمعون هنا تملون هاي القاعة كلها زين وبعد ذلك شنو بالله البيان اللي أنا أقوله أقول ترى يا جماعة أنا ترى أحب أخوي هذا وأنتم ترى حبوه يعني وفي أمان الله هذا حكي جامعنا خابنا كل هالخبة على هذا الموضوع شنو هذا الحكي شوف شو يقول يقول فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته فقال من كنت وليه فعلي وليه وفي بعض الروايات من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه وعادي من عاداه والمراد به المراد بهذا الحديث ولاء الإسلام ومودته شلون المسلم عليه أن يوالي المسلم يعني يحب المسلم يعني ماكو علي بن أبي طالب مثل أي مسلم آخر لابد أن المؤمنين يكونون ماذا يودون بعضهم بعضا يحبون بعضهم بعضا يوالون بعضهم بعضا يعني الحمد لله اللي النبي قام في هذا المقام وإلا كان يمكن علي بن أبي طالب يخرجوه عن دائرة المسلمين عن ولاء الإسلام وعن المودة بين المسلمين يعني إلى هالدرجة شوف الكلام السخيف والمراد به ولاء الإسلام ومودته وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا شوف شلون حول حديث الغدير من دلالته الساطعة الواضحة على ولاية الأمر الممنوحة بأمر الله إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام حول إلى قضية عادية سخيفة بسيطة وهي قضية ماذا؟ أن ترى كل مسلم لازم يحب المسلم الآخر ها وعلي بن أبي طالب على أقل تقدير يعني شنو مسلم ترى الحمد لله طلع مسلم ها طلع مسلم فلازم يعني تحبوه أنتوا يعني لا تبغضونه ولا تحجون عليه لا تتكلمون عليه يستند إلى ماذا هذا الرجل البيهقي وأمثاله ممن يكررون هذا الكلام الساقط يستندون إلى ماذا يقولون إلى سبب هذه الواقعة إلى سبب الاجتماع في غديرهم الأصحاب نقموا على علي أظهروا الشكاة على علي أبغضوا على علي صارت فتنة وقيل وقال فإحنا بقرينة هذا السبب هذا الموضوع نصرف المعنى عن المعنى المتبادر الواضح ولي الأمر أنا لما أقول أنا ولي سلام عليكم ورحمة الله يقولون مثلا شنو يقولون ولي القاصر مو يقولون هكذا بالفقه يقولون ولي القاصر شنو يعني ولي القاصر ولي أمر هذا قاصر هذا له ماذا ولي صحيح ولي المرأة يعني شنو ولي أمرها بعد واضح القضية ولي الميت أو أولياء الميت واحد ميت له ماذا أولياء يعني هم الأولى به من غيره هم يرثونه هم الذين يتكفلون بترتيبات دفنه وتشييعه وتقسيم ميراثه إلى ما هنالك هذا يسمونهم ماذا أولياء الميت زين النبي يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني شنو يعني هو ولي المؤمنين ولي المؤمنين يعني شنو كل هاي المعاني تجتمع له هو الأولى هو ولي الأمر هو المتصرف قبل الآخرين هو صاحب الحق علينا قبل أنفسنا قبل ما إحنا أصحاب حق على أنفسنا مو هالشكل بنفس اللحظة النبي يقول فمن كنت مولاه فعلي مولاه خلاص
يعني فرع هذا على ذاك، كل واحد يفهم من وراء ذلك أن المراد ماذا؟ ولاية الأمر. فالمعنى واضح، المعنى واضح من قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت وليه فهذا علي وليه. هذا المعنى جدا واضح. طيب ليش إذن تصرفه أيها البيهقي؟ لماذا تصرفونه يا كهنة البكرية عن هذا المعنى الواضح إلى المعاني الأخرى؟ يقولون بقرينة سبب هذه المقولة. نشوف الحادثة التاريخية التي قيلت فيها هذه المقولة ما هي، فنقول نأولها إلى قضية محبة ونصرة وما شاكل. طيب، مع أن في هذا التأويل وهذا التذرع بقضية العودة من اليمن والقيل والقال والإرجاف بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع أنه فيه هن وهنات، يعني عليه إشكالات هذا بحد ذاته، لأنه هنالك روايات فيها شيء من التضارب، قد نستطيع أن نجمع فيما بينها فنقول إن الشكايات تلك ظهرت في السنة الثامنة حين ذهب علي في الرحلة الأولى، في البعثة الأولى إلى اليمن، وشكى منه بريدة، بريدة الأسلمي رحمه الله، كان من مبغضي علي، كان من النواصب أصلا، ولكن بعدما جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله على علي في قضية أيضا الجارية وما شاكل مذكورة في الكتب راجعوها، النبي صلى الله عليه وآله بان الغضب في وجهه وقال له نفس هذه المقولة أيضا، مضمونها هكذا: أنه يا بريدة لا تبغض عليا، فإنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وفي لفظ آخر فإنه وليكم بعدي، بعدي هو هذا وليكم، هذا ولي أمركم هذا. فبريدة يقول: من ذلك الحين أنا بعد انحست إلى أمير المؤمنين وتبت إلى الله، وحتى قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله مد يدك أبايعك على الإسلام جديدا. مرة أخرى، أنا إسلامي كان غلط أصلا، لأن إسلامي كان فيه بغض علي، هذه نقطة تهدم الإسلام، فمد يدك يا رسول الله دعني أبايعك من جديد على الإسلام، فبايعه من جديد على الإسلام. ومن ذلك الوقت صار الرجل شيعيا، من مشايعي أمير المؤمنين، من شيعته صلوات الله عليه. فهنالك نستطيع أن نجمع هكذا، نقول هذه الشكايات ظهرت في الرحلة الأولى لا في الرحلة الثانية، هذا نحو من أنحاء الجمع. وحتى إن فرقنا، هنالك من يقول إن النبي لما تصدى للبيان تصدى قبل غدير خم، تصدى وحسم القضية، يعني حسم هذا الخلاف اللي كان موجود، وبين أن علي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف من تلقاء نفسه، وأن أمره أمري، وهذا كان في مكة أو قبيل مكة أو بعيد الخروج من مكة، لا علاقة لذلك بغدير خم. غدير خم موضوع آخر، ولكن على فرض التنزل أيضا. شوف، إحنا نحاول دائما من كل الجهات أنه المخالف العدو ما نسمح له أنه يتحرك في دائرة تشكيكية، إلا أنه ماذا؟ نسد عليه كل الأبواب إلى أن انحصر بالوسط ويضطر إلى أنه ماذا؟ يقر بالحق. نقول إحنا خلي نفترض أنه الكلام صحيح وتام، ليس عليه إشكالات، وأن السبب هو ما ذكرتم، سبب قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو ما ذكرتم إنه شكايات إلى آخره، فهذا ليس بمانع للأخذ بمنطوق الحديث ودلالته، سلام عليكم ورحمة الله، ودلالته الواضحة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟
التفتوا جيدا أيها الإخوة، هنالك قاعدة يقررها أو يقر بها كل الأصوليين، كل الأصوليين من الخاصة والعامة تسالموا على هذه القاعدة، تسالموا، تعبيرنا هكذا يكون أدق، تسالموا على هذه القاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ أن المورد لا يخصص الوارد. وبعبارة أخرى، العبرة بالعموم، بعموم الدليل، بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. يعني إحنا إذا نزلت عندنا آية في واقعة معينة، في سبب خاص، والآية دلالتها عامة، تطبق في كل زمان في كل مكان إذا توافر مثلا مثل موضوع هذا السبب، فلا يحق لنا ولا يجوز لنا ولا يسوغ لنا أن نقول إنا لا نأخذ بعموم الآية لأن السبب الذي نزلت به الآية كان هذا الشيء الخاص. وكذلك الحال في الأحاديث، إذا كان عندنا حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله في مناسبة خاصة لسبب خاص، ولكن الحديث له دلالة عامة، فالأخذ والعبرة بماذا؟ بالدلالة العامة ولا بخصوص السبب. ما يصير نحجم الحديث، نقزم الحديث، دلالة الحديث، ونجعله فقط حكرا على ذلك السبب الخاص. هذا مما يرفضه الأصوليون. حديث الغدير من هذا القبيل، حديث الغدير إن سلمنا أنه قيل لذلك السبب الخاص، كان الداعي لقول النبي ما قال أن هنالك شكاوى ظهرت على أمير المؤمنين عليه السلام في مجتمع أصحابه، فليكن. ما دام النبي قد أنشأ إنشاء أخبر في بداعي الإنشاء، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وعطف ذلك على بيانه صلى الله عليه وآله أنه أولى بالتصرف، الأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه دلالة عامة يؤخذ بها وإن كان السبب ماذا؟ خاصا. أصلا لا داعي هنا للمناقشة في السبب، أصلا برا البحث، السبب برا البحث، خارج السبب، خارج البحث. إحنا نأخذ اللفظ بما هو، نشوف إلى ماذا يدل هذا اللفظ، هل يدل على ولاية الأمر أم لا، هذا هو المطلوب. تجيب لي أنه لا، النبي متى قاله وشلون قال ولماذا قاله، هذا خارج البحث. ترى مشكلة البكريين أنهم يؤسسون قواعد في الأصول مثلا، ولكنهم لا يعملون بها حين تؤول النوبة إلى إثبات حقوق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إثبات ولايتهم، إثبات فضائلهم، يدوسون على تلك القواعد والأصول. هو من جهة تجده مثلا يعمل بأحاديث ضعاف كثيرة من أجل تصحيح خلافة أبي بكر مثلا، ويضرب بعرض الجدار أي مناقشة في هذه الأحاديث، أنها أحاديث ترى مو ثابتة، أحاديث ضعيفة، يتساهل في هذا الجانب. أما حين تؤول النوبة إلى فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فتجده يتشدد، تجيب له حديث يقول لا لا لا، هذا حديث شوف بي واحد مجهول، هذا حديث ضعيف. إش عجب تعمل بقواعدك وأصولك فقط فيما يرضيك، أما فيما لا يرضيك لا تنزل على هذه القواعد والأصول. حديث الغدير من هذا القبيل أيها الإخوة، حديث الغدير متعرض من 1400 سنة إلى الآن إلى مؤامرات لتحطيمه، ولكن الله يأبى، لا يزداد هذا الحديث إلا رسوخا في قلوب وصدور المؤمنين، ودلالته تزداد عمقا وثبوتا
في قلوب وصدور المؤمنين وفي أذهانهم وعقولهم. من أنار الله عز وجل وشرح صدره للإيمان، الحديث هذا لوحده كاف في أن عليا عليه الصلاة والسلام خليفة رسول الله والإمام من بعده وولي الأمر من بعده بلا فصل، كافي. فنقول إذن خصوص السبب لا يعنينا في شيء. قل إن السبب هي الشكاة التي ظهرت على علي، هذا خارج الموضوع أصلا، لا تلذ بمثل هذا، تفتضح. وممن أقر بهذه الحقيقة من أكابرهم القاضي عبد الجبار قاضي القضاة، أحد أعلام البكرية من المعتزلة الشافعية، فقيه شافعي كان قاضي القضاة في عصره، وأثنوا عليه وإن كان بطبيعة الحال الأشاعرة وأهل الحديث لا يرتضون كثيرا من أقواله باعتبار أنه يرجع إلى الأصول، أصول المعتزلة بطبيعة الحال، وبينهما صراعات، يعني تلك مدرسة وهذه مدرسة، لكن كلهم ماذا؟ ضمن الدائرة البكرية، كلهم مخالفون بطبيعة الحال، وهو بالنتيجة شافعي المذهب. هذا الرجل قبل أن آتيكم بتصريحه بل باعترافه بأن خصوص السبب في حديث الغدير لا يقدح في دلالة حديث الغدير، وإنما يجب المناقشة من جهات أخرى، هو أيضا يناقش في حديث الغدير، بس يقول هذه المناقشة أنه واحد يلوذ بقضية السبب وأنه لماذا قيلت هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وآله، هذه مو مناقشة علمية، يعني ما لها اعتبار. قبل أن آتيكم بتصريحه ننقل لكم ماذا قالوا في هذا الرجل حتى تظهر منزلته عندهم. قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء لما يترجمه، يقول القاضي عبد الجبار ابن أحمد بن عبد الجبار ابن أحمد بن خليل العلامة المتكلم شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف من كبار فقهاء الشافعية، أيضا الحافظ ابن كثير المعروف، يرشد إلى بعض مؤلفات هذا الرجل القاضي عبد الجبار ويثني عليها، وذلك في ترجمته له في طبقات الشافعية في المجلد الأول الصفحة 327، يقول ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة في مجلدين أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة. وهذا الكتاب للعلم مما يعتمد عليه ابن تيمية وله فيه يعني إشادات وثناء على المؤلف والمؤلف، تجدون ذلك في منهاج السنة لمن أراد أن يتتبع. هذا القاضي عبد الجبار الآن لننقل تصريحه واعترافه، له كتاب اسمه المغني، كتاب موسوعي هو كبير ضخم في تأصيل العقائد في علم الكلام. في هذا الكتاب يقول بعدما وهو في سياق مناقشة حديث الغدير ودلالته، يقول وقد قال شيخنا أبو الهذيل في هذا الخبر إنه لو صح لكان المراد به الموالاة في الدين، وذكر بعض أهل العلم حمله على أن قوما نقموا على علي بعض أموره فظهرت مقالاتهم له وقولهم فيه،
فأخبر صلى الله عليه وآله بما يدل على منزلته وولايته دفعا لهم عما خاف فيه الفتنة. وقال بعضهم في سبب ذلك أنه السبب الذي دعا النبي لقول حديث الغدير، يقول: وقال بعضهم في سبب ذلك أنه وقع بين أمير المؤمنين وبين أسامة بن زيد كلام، فقال له أمير المؤمنين: أتقول هذا لمولاك؟ فقال: لست مولاي، وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. مع أنه هذا بحد ذاته ترى يثبت المعنى الذي نحن نقوله، إن صحت هذه الواقعة وأنه جرت المنازعة بين علي وأسامة بن زيد، طبعا بعضهم يقول زيد بن حارثة كان، لأنه أسامة كان صغير فلا يتصور منه أنه يعني ينازع عليا عليه الصلاة والسلام. قسم آخر يقول زيد بن حارثة، وكلا الأمرين فيهما إشكال، أن زيد بن حارثة هذا أخو توفي في معركة مؤتة، ومعركة مؤتة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بين الواقعة هذه وبين هذه الواقعة غدير خم التي كانت في السنة العاشرة بينهما زمان، يعني فترة زمنية. فإشلون هو تنازع مع علي عليه الصلاة والسلام؟ أما إذا قلنا أسامة بن زيد فقد كان صغيرا ولا يتصور منه أنه هكذا يتكلم مع الأكابر من أصحاب رسول الله ومن عترته، وعلى الأخص علي بن أبي طالب. فعلى أي حال هو مجرد تضاربهم في قضية واضطرابهم في قضية سبب قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو هذا بحد ذاته أمارة على أنهم إنما كانوا يضعون الأحاديث ويختلقون الأسباب لصرف الحديث عن ظاهره فقط. للعلم ترى هذا بحد ذاته قرينة، يعني لأنه كثير من الأسباب يذكرونها. على أي حال يقول أن أمير المؤمنين قال لأسامة بن زيد: أتقول هذا لمولاك؟ فقال: لست مولاي، وإنما مولاي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. يريد بذلك قطع ما كان من أسامة وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له. وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة، وأنكروا أن خبر الغدير بعد موته، يقولون: لا، ما كان خبر الغدير بعد موت زيد بن حارثة، كان قبل موت زيد بن حارثة. هو نقل القاضي عبد الجبار قول شيخه أبي الهذيل والبعض الآخر، وكل واحد يقول السبب والمعنى هالشكل والمعنى ذاك، أخيرا هو ينطي رأيه، يقول: أنا هذا رأيي. يقول: والمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه، لأن كل ذلك، كل هذه الأمور المنقولة عن أسباب قول حديث الغدير، لأن كل ذلك لو صح وكان الخبر خارجا عليه، يعني كان خبر الغدير خارجا على هذا السبب لهذا الداعي وقوع المنازعة، فلم يمنع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه. ما يمنعنا أنه إحنا نتعلق بظاهر الخبر وما يقتضيه ظاهر الخبر، شعلنا بالأسباب. فيجب أن يكون الكلام في ذلك، لازم تصير مناقشتنا مع الشيعة في ماذا؟ في ظاهر الخبر وما تقتضيه دلالة الخبر، في هذا مو في الأسباب. فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه، وجود السبب كعدمه لا يفيد في شيء، لا يثبت ولا ينفي شيئا هذا السبب. فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه، في أن وجود الاستدلال بالخبر لا يتغير،
لكن لما جوز بعض المتأخرين هذه الاحتمالات، هذه ملاحظة جدا مهمة، أنه شوفوا المتأخرون من البكريين جوزوا هذه الاحتمالات، أنه يمكن يكون معنى الحديث المحبة مو ولاية الأمر. هذا معناه شنو؟ أنه المتقدمين كانوا أكثر فهما للحديث ولا يسعهم أن يصرفوه إلى هذه المحامل، بل هذا يظهر لك أن الأسباب التي ادعوها إنما هي أسباب موضوعة منتحلة ظهرت عند المتأخرين. جابوا لك رواية أنه صارت منازعة بين علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد مثلا، شايف شون هالشكل. قال لكن لما جوز بعض المتأخرين هذه الاحتمالات وكانت شبهة لبعض الناظرين، يعني الناظرين في علم الكلام، نقلته مع بعض ما يتعلق به. يقول أنا نقلت هاي الاحتمالات ترى في كتابي بس هالشكل، يعني تفكها، وإلا إذا نريد ننتصر على الشيعة لازم نناقش دلالة الحديث، شو علينا إحنا بسبب الحديث. وهذا كما ترون على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، وأن العبرة بعموم اللفظ أو الدلالة لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة محررة عند الأصوليين. زين، هنا في إطار المقابلة دعونا نقابل هنا بين محاولتهم صرف حديث الغدير عن دلالته الواضحة بدعوى خصوص السبب، وبين استدلالاتهم الخرقاء بالأحاديث الموضوعة المسببة التي كانت في أسباب خاصة واضحة وليس فيها دلالة على العموم ولا على الإطلاق، الاستدلال بتلك الأحاديث على أن رسول الله نص على أبي بكر. المخالفين عبر الزمان متأرجحون للعلم أن الإمامة لأبي بكر ثبتت كيف؟ بعض يقول بالإجماع، وهذا أول الكلام، لا إجماع، كل من ينظر في التاريخ يعرف أنه ما كان أكو إجماع، هم اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة وطبخوها بيناتهم، ما كان أكو إجماع، وبنو هاشم لم يبايعوا، أمير المؤمنين عليه السلام الأصح أنه لم يبايع، سعد بن عبادة لم يبايع، أين الإجماع إذن؟ الإجماع المدعى. فواجهتهم هاي المشكلة. فقسم آخر قال باجتماع أهل الحل والعقد، قسم ثالث قال منهم بالنص الخفي. ومعنى النص الخفي ماذا؟ أن النبي أشار إلى أبي بكر أنه هو ترى الخليفة من بعدي، هكذا أكو تقدر تقول تلميح، إشارات، نص خفي. وابن تيمية يدعي أيضا في كتابه أن بعضهم ادعى النص الجلي، أصلا نص جلي، مع أني لا أعرف الآن، أنا لا يحضرني أن عالما معتدا به من البكرية من أسلافهم أو من أخلافهم قال بالنص الجلي، يعني النص الواضح، مثل ما احنا نقول، احنا نقول نص جلي، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا نص جلي، خلاص انتهى الموضوع، هم لا. الحاصل ابن تيمية يختار ماذا؟ يختار أن هنالك نص، لكن أقرب إلى أن يكون ماذا؟ نص بالإشارة، نص خفي، هكذا يقول. التحقيق هو هذا، يعني استفاد من أحاديث يروونها هم في حق أبي بكر أن النبي يدل على استخلاف أبي بكر، وأنه ترى الخليفة من بعدي أبو بكر.
أنا فقط أريدك هنا بالله عليك، وأنا هنا أخاطب كل منصف، وأتمنى من البكريين حقيقة أن ينظروا إلى هذه المقابلة والمقارنة التي أنا أقوم بها الآن. حديث الغدير، شوف دلالته الواضحة، شوف وقعه على سمعك الآن وعلى قلبك، شنو تفهم منه، وشوف شلون لووا وغيروا معناه حتى يصرفونه عن ظاهره. سلام عليكم ورحمة الله. وشوف في المقابل الأحاديث التي هم يروونها وكلها مطعون فيها، كلها، ويستفيدون منها أن أبا بكر خليفة وأن النبي نص عليه أو يشير إليه يدل على استخلافه. شوف هاي الأحاديث الأخرى التي نزلت في وقائع أو التي جاءت في وقائع خاصة لها أسباب خاصة، وليس فيها مثل ذلك اللفظ الظاهر الدال على الاستخلاف. شلون طلعوها من معانيها، على فرض أنها الأحاديث صحيحة، كيف طلعوها من معانيها التي لا تدل أبدا على الاستخلاف، وصعدوها صعدوها صعدوها إلى أن وصلوها إلى درجة ماذا؟ أنها نص في الاستخلاف. هذه هي الأمانة العلمية، هذه أو هذه هي العدالة العلمية، هذا هو الإنصاف. لاحظ ماذا يقول ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الأول الصفحة 510 أثناء مناقشته لقضية أن خلافة أبي بكر بماذا تثبت، قال: وقالت طائفة بل ثبتت بالنص المذكور في الأحاديث التي تقدم إيراد بعضها. يقول أكو نص، شنو؟ يقول: مثل قوله في الحديث الصحيح لما جاءته المرأة تسأله عن أمر فقالت: أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال: ائتي أبا بكر. يقول شوف هذا الحديث يدل على أنه ماذا؟ النبي يشير إلى استخلاف أبي بكر، مع أنه ليس في منطوق الحديث أي لفظ ظاهر على الاستخلاف، ولا لفظ ظاهر على الولاية، ماكو أصلا هذه الاشتقاقات. فللمؤول أن يؤول أن هذا الحديث لا يراد به الاستخلاف، أنه من أين جئتم به؟ غاية ما هنا قالت، لأنه إذا أنا ما أجدك أروح عند من؟ قال: روح عند أبي بكر، يعني أبو بكر عنده أنا منطي بعض المهام التعليمات مثلا، بس لا أكثر ولا من هذا ولا أقل. ما في هذا النص، في هذا النص ليس فيه من النبي نص على أبي بكر، وأنت هنا إنما تتشبث بماذا؟ بالسبب، وتريد أن تخرج الحديث عن هذا السبب وتجعله ماذا؟ نصا. هذا يخالف ما أنت صنعته في حديث الغدير، هذا يعارض ما أنت صنعته في حديث الغدير. زين، بعد شنو؟ يمضي فيقول: ومثل قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول هذا دليل على الاستخلاف. شلون دليل على الاستخلاف؟ أكثر من واحد أنتم ترون أن النبي أمرهم بأن واستخلفهم في الصلاة، منهم ابن أمي مكتوم الأعمى، هم يروون أنه النبي صلى الله عليه وآله خرج وخلى شنو ابن أم مكتوم في بعض السنين في بعض الغزوات يصلي، هو يصلي بالناس، هذا الدليل على الاستخلاف؟ أين هو الدليل على الاستخلاف؟ وأيضا يمضي فيقول: ومثل قوله في الحديث الصحيح على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوش نص على الاستخلاف هذا صراحة، يا ويلنا احنا اللي ما مؤمنين بأبي بكر، ترى الروح وطي، اللي خوخة أبي بكر ما سدت، شلون نص هذا على الاستخلاف؟ الله أكبر، شوف شوف الاستحماق شلون يصير هكذا.
أخيرا بعد ما يورد بعضا من هذه النصوص، هاي نماذج ترى حتى تعرفون شلون لما يأسس هو قاعدة يجيك حديث واضح على الاستخلاف مثل حديث الغدير يصرفه عن معناه، في حين ويقول لا احنا لازم نتمسك نشوف شنو سببه، شنو اصل هذا الحديث، شنو فصل هذا الحديث، باي مناسبه اجى هذا الحديث، ويروح يطلع له بمعاجم اللغه، يروح يطلع له اللسان العرب كله يقلبه من فوق لتحت الى على ماذا، على انه يشوف كلمه مولى جاءت باي معاني، طلع لك 12 معنى عليه، شايف شلون؟ في حين احاديث اخرى لا تدل على الاستخلاف ابدا الا بتعسف إلا بتأويل بعيد جدا، يقول لا هذا خلص هذه نصوص على الاستخلاف أبي بكر. يعني شوف آخر كلامه شي يقول بعد ما جاء بهذه الأحاديث، يقول والتحقيق، خوش تحقيق هذا، والتحقيق أن النبي دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. الله أكبر، رزية الخميس طلعت في أبي بكر ترى. وعمر شوف إيش قد كان بينه وبين أبي بكر مشاكل، اللي ما راضي يقول للنبي لا لا تكتب، حسبنا كتاب الله، ما كان على علي بن أبي طالب. أيها الكذابون، أيها الدجالون، يا من لا تخافون الله ولا تستحون أصلا، ها بالله عليك يستحي هذا ابن تيمية على هذا الحكي؟ يستحي؟ حديث الغدير مع وضوح دلالته شوف شلون ركنه. أما هل أحاديث اللي هم موضوعة هم مضروبة بالصعق الكهربائي، هذه مو 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 ذبح إسلامي، عارف شلون؟ ميتة ميتة، هذا مو مذبوح، مو مذكى، هذا ميتة، عرفت شلون؟ هالشكل جيف إي راح فورا وخلص. هذه لازم نقبلها، وهذه أحاديث تدل والتحقيق أن النبي دل على استخلاف أبي بكر. قسما بالله لو كان حديث الغدير في أبي بكر، لو افترضنا أنه النبي قال هكذا من كنت مولاه فأبو بكر مولاه مثلا، صدقني كان جعلوا هذا الحديث، طبعا كتبوه بالذهب شيء واضح، أقول لجعلوا هذا الحديث ركن أركان الاستدلال بأن أبي بكر منصوص عليه 100%. اللي لاحظ سلائق البكرية كهنتهم كيف يأخذون الأحاديث، لو هذا الحديث بإيدهم مثل هذا الحديث كان طاروا به فرحا، ولا ألزموا به الجميع أن أبا بكر هو الخليفة بلا فصل وأنه منصوص عليه. أما لأنه في علي بن أبي طالب يروح يمنه ويسره ويلف ويدور ويأول ويدلس ويتلاعب بالمعنى ويلوي المعنى ويجيب لك مليون إشكال. ليش؟ لأنه في علي بن أبي طالب، مشكلة الحديث أنه في علي، هاي مشكلته. أما لو كان بأبي بكر، لو كان بعمر، كان هذا اعتبروه أصلا ما يحتاج إلى نقاش، شنو هذا الحكي؟ يضحكون على الواحد إذا يجيهم يناقش يقول لا هذا المعنى من كنت مولاه فأبو بكر مولاه، يعني ترى النبي يحب أبو بكر ويقول المسلمين تهم حبوه، يقولون شنو هذا يحتاج إلى بعد بيان؟ هو واضح بعد، أبو بكر كل الناس تحبه، خليل النبي ومصاحبه في الغار، هذا ما يحتاج إلى مناقشة. لازم واحد يسوي هالتجربة وياهم. لازم واحد هالشكل يسوي تجربة، يجيب له يقول له لقينا حديث هالشكل، شوف شو يسوون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أدري علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام شو سوى لهم اللي هالشكل يكرهونه.
على أي حال هذه كانت مقارنة حتى ترون أن القوم يكيلون بمكيالين، ما عندهم منهج علمي، أصول معينة هو يقررها يضرب بها عرض الجدار لما تأتي النوبة إلى من؟ إلى الثالوث المقدس. أما بس تجي النوبة إلى أهل البيت، إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يتشدد في هذه الأصول والقواعد، وكأنهم إنما أسسوا هذه الأصول والقواعد لماذا؟ لإزاحة الحق عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقط وفقط، مو لشيء آخر. نحن من جانبنا ماذا نقول؟ نقول أولا التشبث بالأسباب لا فائدة له، كما نص على ذلك القاضي عبد الجبار. كلامنا يجب أن يكون باللفظ، ظاهر لفظ حديث الغدير هو الذي نأخذه ونبني عليه. زين، إذا أخذنا هذا الظاهر وأخذنا المعنى المتبادر تثبت ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه الأولى بالتصرف، أي هو ولي الأمر، هو الحاكم، خليفة، هذا معنى. ولنا على ذلك قرائن. أساساً هو المطالب، الخصم العدو هو المطالب بأن يأتي بقرائن تصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر وليس العكس. يعني إذا واحد جاءك وقال لك رأيت أسداً، رأيت أسداً، شنو المعنى المتبادر؟ أنه بالفعل رأى هذا الحيوان المعروف اللي اسمه شنو؟ أسد. يجيك واحد يقول لا هذا مو هذا معناه، هو يقصد رأيت رجل شجاع ولذلك عبر عنه بالأسد. هنا يسمى ماذا؟ صرفت المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر مجازي، يجب أن تقيم الدليل على ذلك أو تبين القرينة على هذا الصرف، أنه لماذا صرفته إلى ذلك المعنى؟ هذا هو المطلوب. إذا ما أقام الدليل، الشخص الذي يدعي أن هذا القائل إنما يقصد المعنى الثاني، المعنى غير الظاهر، إذا ما أقام الدليل، ما جاء بالقرينة، لا تقبل دعوة. نقول لا، ما نقبل دعواك. صحيح؟ هذه قاعدة عقلائية أصلاً قبل أن تكون قاعدة أصولية. فنحن نقول أولاً أنتم المطالبون، أنتم المطالبون بأن تخبرونا ما هي القرائن على أن النبي إنما أراد غير المعنى المتبادر الواضح. تشبثتم بالسبب، تقولون نزلت في هذا الشأن، في هذه الواقعة، أو قيلت في هذه الواقعة، وعرفنا أنه هذا شنو؟ مخالف لقاعدة المورد لا يخصص الوارد. فماذا عندكم إذن؟ يلفون ويدورون، بعد ذلك ترى ما عندهم شيء، كله لف ودوران. هنا نأتيهم نحن ونقول نحن من جانبنا، مع أنه يكفينا المعنى المتبادر، يكفينا الظاهر، إلا أننا مع ذلك نقيم القرائن والأدلة على أن النبي صلى الله عليه وآله إنما كان يعني المعنى الذي نحن فهمناه وفهمه كل من يدرك العربية. نقيم قرائن، قرينة تلو قرينة. زين، نبدأ بأولى تلك القرائن، قرينة متصلة. شو يعني قرينة متصلة؟ يعني قرينة موجودة في نفس الحديث، مو قرينة بعد منفصلة خارجة عن الحديث، في نفس الحديث. لما نتدبر في نفس الحديث فيما هم رووه من مجموع أحاديث الغدير، وهي كثيرة جدا كما بينا، متواترة، ففيها ألفاظ ماذا؟ متنوعة كثيرة، علينا أن نجمعها حتى نتدبر ماذا فيها، كما يفعل أي فقيه من أي مذهب، أي فقيه ترى من أي مذهب، في أي باب، في باب عقدي أو باب فقهي، إنما يلاحظ
الألفاظ ألفاظ الروايات والأحاديث كلها يضمها بعضا إلى بعض، يجمعها بعضا إلى بعض حتى ماذا؟ يستصفي منها الدلالة يضمها. هذا منهج معروف يقوم عليه كل الفقهاء من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، ترى من ذلك التاريخ إلى الآن، ويطبق في كل الأبواب. إحنا هكذا نفعل، رحنا فتشنا مو بأحاديث الغدير ترى اللي عندنا، حديث الغدير التي عندهم، فتشنا نظرنا في أحاديثهم هذه الصحاح هذه الحسان حتى نرى هل هنالك قرائن تدعم وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أراد من لفظ المولى الأولى بالتصرف ولي الأمر أم لا؟ نقول نعم، قرائن عديدة موجودة في نفس ألفاظ تلك الروايات التي رواها العدو بنفسه. من تلك الروايات؟ هذه الرواية أو هذا الحديث المروي بسند حسن في مسند أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، ورقم هذا الحديث 18875 بسنده عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنالك قول أنه آخر من توفي من أصحابه. قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة، أي رحبة الكوفة، ساحة الكوفة، ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ما سمع لما قام. جمعهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال أنا أناشدكم اللي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ما سمعه خلي يقوم الآن ويشهد. هنا لازم تلتفت أنه ليش أمير المؤمنين قام بهذا؟ لأنه من كثرة ما لقيه من الجحود والإنكار اضطر هذا الصادق المصدق الذي هو عدل القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، اضطر إلى أن يقيم شهودا على دعواه. تدري هذه بحد ذاتها مظلومية لأمير المؤمنين؟ تدري شنو معنى؟ هذا مثل النبي بعد سنوات، النبي صلى الله عليه وآله بعد سنوات يروح يضطر حتى يقنع بعض الناس اللي يسمون نفسهم مسلمين بأنه صادق مثلا في القضية الكذائية، يروح يجيب لك كم شاهد مثلا. هذا شنو معنى؟ هاي فضيحة هذه. شوف ماذا لقي علي بن أبي طالب من أمة الجحود والإنكار هذه، اللي اضطر إلى أنه في وسط الكوفة في رحبة جامع الكوفة إلى أن يقول لهم تعالوا قوموا شهدوا لي، ترى شهدوا أنه النبي ترى قال فيه من كنت مولى فهذا علي المولى. رواية أحمد بن حنبل تقول: فقام 30 من الناس، ويقول وقال أبو نعيم، أحمد بن حنبل يقول أحد رواة هذا الخبر أبو نعيم، فقام ناس كثير، يعني أكو لفظين، أكو 30 وأكو من يقول ناس كثير يمكن أكثر من 30، فشهدوا حين أخذه بيده، يعني شهدوا له أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد علي عليه الصلاة والسلام، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاده. قال اللي هو من الراوي أبو الطفيل، هو كان حاضر، قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئا. يقول أنا خرجت
وكأنه أنا ما قادر، يعني شاك بالموضوع، شاك في الموضوع. تقول لي شلون هذا من الشيعة؟ أقول لك لا شأن لنا، إحنا الآن إحنا نلزمهم بما هم يروونه. أبو الطفيل عندهم ثقة بطبيعة الحال لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يروون عنه هذه الرواية، إحنا علينا بما نلزمهم به، صحيح؟ ومن طريقنا أيضا من جهتنا نستطيع أن نقول هكذا في مقام التحليل، أن أبا الطفيل ما كان شيعيا مكتملا حين ذاك، بعد ذلك تكامل أكثر، تقوى إيمانه أكثر. هذا ليس بعزيز، ليس غريبا، هذا يعني موجود في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تابعيهم، موجود هذه الظاهرة موجودة، أنه بعدين يتكاملون وتزداد بصيرتهم في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فهذا الحادث الذي وقع له وهو مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام مما أسهم في زيادة بصيرته. ليش؟ لأن أبا الطفيل ماذا يقول؟ يقول فخرجت وكأن في نفسي شيئا، شوية أنا شاك، عندي تذبذب اضطراب، فلقيت زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له إني سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا. فيقول زيد بن أرقم رد علي هكذا، قال فما تنكر، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له. هنا أنا عندي ملاحظة، أنه ما الذي كان يدعو أبا الطفيل للاضطراب في هذا الحديث حتى حين يلقى زيد بن أرقم يخبره متعجبا عن حديث الغدير، يخبره وهو مضطرب في شأن حديث الغدير، شاك في شأن حديث الغدير، وبعدين زيد بن أرقم يقول له لا لا تنكر، ماذا تنكر؟ الحديث كلنا شهدناه، سمعناه، ماكو إشكال، سمعته بأذني من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا كنت في الغدير ورأيت وسمعت. هنا لاحظ مسألة مهمة، إذا كانت دلالة الحديث ليست على ما نحن نقول من أن المراد بالمولى هو الإمام وولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا ينكره أبو الطفيل؟ لماذا يشك به؟ إذا كان المعنى هو ما تزعمونه معاشر البكرية أن المراد ولاء الإسلام، هذه الدرجة المتدنية جدا التي تقع بين كل مسلم ومسلم، حتى مع المسلم العبد الذي أسلم الساعة له ولاء الإسلام، إذا كان هذا فما الداعي لأن ينكره أبو الطفيل أو أن يشك به أو أن تضطرب نفسه به؟ هذا شيء عادي، يعني طبيعي، ما يحتاج إلى كل هذا الاضطراب، ما يحتاج إلى كل هذا الشك وهذا الإنكار، بحيث يقول له زيد بن أرقم فما تنكر. إذن قطعا وحتما كان أبو الطفيل قد فهم من هذا الحديث ما نفهمه نحن، أن هذا الحديث يثبت أن علي بن أبي طالب ولي عهد النبي، المولى بعد النبي، أي الإمام الحاكم الخليفة الأولى بالتصرف بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولأن هذا يبطل خلافة وإمامة من تقدمه من الثلاثة المنافقين، فقد اضطربت نفس أبي الطفيل، وإلا لا معنى ولا وجه لاضطراب نفسه إلا أن يكون معنى الحديث هو هذا الذي نحن نفهمه ويفهمه كل عربي سليم القريحة. فشوف شقد البكري جاهل، يريد أن يؤول الحديث إلى معاني ليس فيها شيء يدعو للإنكار. طيب لماذا إذن أنكروه؟
واحد مثل أبي الطفيل الذي هم أيضا ينقلون في ترجمته أنه كان شيعيا لكنه كان يثني على أبي بكر وعمر وعثمان، يقول كان يثني يعني ما كان تشيع من النوع الديلوكس، يعني ما كان من ذاك، لا كان إيه تشيع شكل خفيف خفيف إيه. فإذا كان الأمر هكذا، ولعله بالفعل كان هكذا الرجل، وبسبب هذا الحديث مثلا تقوى إيمانه فرفض أولئك، يصير هذا ممكن، لأنه اضطراب نفسه إنما جاء بسبب أن هذا الحديث معناه ماذا؟ أن كل من تقدم على أمير المؤمنين علي عليه السلام هو ماذا؟ ظالم آثم، لأنه جحد النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لابد أن يكون المعنى هو الذي نحن نقوله، نحن شيعة الإمام عليه الصلاة والسلام. أيضا في مسند أحمد رقم الحديث 18106 بسند آخر عن البراء بن عازب وهو أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة، النداء اللي يكون للجمع الناس سواء أقيمت صلاة أو لم تقم، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرتين، نظفوا له بين شجرتين حتى يقوم النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الموضع، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ ليش هذا التأكيد؟ شوية ثبت عندك إلنا رجع على هذا. قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال، أي البراء بن عازب، فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. بالله عليك، مع كل هذه القرائن يصرف المعنى إلى ما يزعمون؟ أي عاقل في الدنيا يأتي يهنئ أحد على ولاء الإسلام وعلى أنه يعني يهنئه على أنه إحنا نحبك وأنت تحبنا؟ يعني هذا أي عاقل هذا؟ التهنئة عرفاً عقلاً عادةً إنما تكون لماذا؟ لنيل شيء، شيء إضافي، لا شيء معهود موجود. أنت تروح تهني واحد لإيش؟ لشيء قد تجدد له، شيء قد أضيف له، صحيح؟ اليوم حصل على شهادة دكتوراه، اليوم تقوم تهنيه. اليوم حصل على شهادة اجتهاد مثلاً، تقوم تهنيه. اليوم فاز بالمسابقات وحصل جائزة، تقوم تهنيه. اليوم حصل هذا المنصب انتخابات وفاز، تقوم تهنيه. شيء من هذا القبيل الناس يهنئون بعضهم بعضا، مو على الشيء اللي أصلا موجود وبعدين يروح يهنيه على ماذا؟ على أنه أنت تحبني؟ على شنو؟ يعني الشيء تافه هذا التأويل. لابد أن تكون تهنئة عمر لأمير المؤمنين عليه السلام داعيها ماذا؟ أن أمير المؤمنين أنشئ له في هذه اللحظة منصب، وهو منصب ولي العهد، المولى بمعنى ماذا؟ الأولى بالتصرف. هذه أيضا قرينة على ما نقول.
على أي حال نروح للحديث الثالث. وهو ننتخبه من المعجم الكبير للطبراني ورقمه 4833، والطبراني روى للعلم في شأن حديث الغدير أكثر من حديث فيها الصحيح والحسن، ونحن ننتخب من تلك الأحاديث هذا الحديث. الحديث بسنده عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمت، يعني كنسوها جمعوها، عرفتوا شلون؟ هذه ما بين الدوحات. ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، يعني ينعى نفسه صلى الله عليه وآله، كأني قد دعيت فأجبت، إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت لزيد، عامر بن واثلة يقول لزيد بن أرقم: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. هذه أيضا قرينة واضحة. أولا النبي صلى الله عليه وآله ينعى نفسه، ثم يؤسس لولاية علي. هذه قرينة على أن الولاية المؤسسة لعلي ليست هي تلك المعهودة، وهي ولاء الإسلام بين أي مسلم ومسلم، وإنما هي ولاية ذات طبيعة خاصة، ذات شأن خاص. ولا تكون هذه الولاية إلا مرتبطة برحيله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن هذه الولاية إنما تمثل خلفا له بدلا عنه، تعصم الأمة من الضلال. ولا أدل على ذلك من تثبيته الثقلين في هذا الموقف أيضا، فيقول: إني تارك فيكم الثقلين، فيؤكد على الكتاب والعترة، ثم يأتي بسيد العترة من بعده صلى الله عليه وآله ويرفع يده ويقول: هذا مولاكم. فهذا ما معناه؟ كل هذه الإشارات والقرائن تتجه صوب ماذا؟ أن المراد من المولى هو المولى، الولي، الإمام، القائد، قائد المسيرة. بصريح العبارة النبي يقول: ترى قائد، أنا دا أموت، أنا راح أنتقل، كأني قد دعيت فأجبت، قائد المسيرة من بعدي هو من؟ علي بن أبي طالب. بس هذا هو. أنتم عليكم تتمسكون بهذين الشيئين، بالثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. خلص، مسألة واضحة. القرينة، كل القرينة ها هنا في قوله صلى الله عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويأكد ثانية يقول:
كما في الرواية الثانية التي نقلناها عن مسند أحمد يقول ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه، يأكد. ويأتي في الرواية الثالثة يقول إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. فشوف شلون النبي صلى الله عليه وآله يربطها في سلسلة متصلة، يقول الله مولاي وأنا مولاكم واللي أنا مولاه علي مولاه، هذه الولاية طولية تنتهي إلى الله، فهي ولاية الله مو محبة بين المؤمنين والمسلمين. اشقد أكو فرق بين هذا المعنى الجليل والخطير وبين ذلك المعنى البسيط، وايه فرق. ليش النبي صلى الله عليه وآله قال ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم، أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أني أولى بكل مؤمن من نفسه، أن الله مولاي وأنا مولاكم وهذا مولاكم، من كنت مولاه فهذا مولاه. ليش يأكد كل هذا؟ تأسيسا على الآية التي هي في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سؤال مهم، كل كلام النبي كان مستندا متكئا معتمدا على هذه الآية الشريفة. هذه الآية الشريفة ارجعوا إلى كل التفاسير، ماذا تؤسس هذه الآية، ما هي دلالتها؟ أطبق المفسرون بمن فيهم مفسروا العامة مفسروا البكرية أن هذه الآية تدل على أن حكم النبي نافذ، وأن حكمه علينا أولى من أي شيء آخر، لازم نطبق حكمه قبل ما نطبق حكم أنفسنا. أنا أملك نفسي، صحيح لي أن أحكم على نفسي، ولكن النبي أولى بي من نفسي، فحكمه ينفذ علي قبل أن ينفذ حكمي على نفسي. على سبيل المثال البغوي، شوية نجيب بعض التصريحات من التفاسير، البغوي في تفسيره معالم التنزيل حينما يصل إلى هذه الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ماذا يقول؟ يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس وعطاء يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وآله أولى بهم من طاعة أنفسهم. إذن دلالة آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إيجاب الطاعة، إنفاذ الحكم، أن النبي ماذا؟ تجب طاعته، صحيح؟ زين، هو النبي صلى الله عليه وآله استند إلى هذه الآية في خطبته يوم الغدير، هو اعتمد عليها وفرع بناء عليها قوله صلى الله عليه وآله ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني شنو؟ يعني ولاية علي هي ولايتي عليكم، وما دامت ولاية علي هي ولاية النبي، والنبي أولى بنا من أنفسنا. ولما رجعنا إلى تفسير هذه الآية قال المفسرون ومنهم البغوي في معالم التنزيل أن المراد نفوذ حكمه صلى الله عليه وآله ووجوب طاعته، ثبت من هذا نفوذ حكم علي ووجوب طاعته، وليس معنى ذلك إلا أنه الإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأنه شنو هو الإمام؟ هو النافذ الحكم شرعا، الواجب الطاعة شرعا، هذا معنى الإمام، ليس له معنى آخر، أنه لازم الطيعة
لازم تقتدي به، تأتم به، فحكمه نافذ عليك، هو أولى بك من نفسك. النبي صلى الله عليه وآله قال هذا حكم حكمي، نفوذ أمره نفوذي، نفوذ أمري. واجب الطاعة عليكم كما أنا واجب الطاعة عليكم، كما أن الله واجب الطاعة عليكم. الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن وهذا مولاكم. الترتيب يجيب هاي الطريقة. إذا لم تكن هذه قرينة تؤكد المعنى المتبادر من اللفظ فأية قرينة تطلبون؟ كافي عناد تصرف المعنى إلى أنه مجرد محبة بين المؤمنين وتتغافل عن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تتغافل عن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله لكلمته هذه، لحكمه هذا على هذه الآية. ليش النبي ما استند إلى آية أخرى التي تثبت الولاية بين المؤمنين بمعنى المودة والمحبة والتراحم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليش ما استند إلى هاي الآية مثلا؟ شنو السبب؟ إذا كان المعنى هو هذا المعنى الذي أنتم تزعمونه، وما تزعمونه إلا وأنتم تأبونه في قرارة أنفسكم. أنا أدري وشنو هم، واحد مثل هذول مشايخ البكرية الكبار آنذاك، هذول شنو كانوا يجهلون العربية؟ تتصور هذول كانوا فقهاء في اللغة العربية، فقهاء في الألفاظ، في مباحث الألفاظ، في دلالات الألفاظ، في دلالات الأحاديث، هذول كانوا فقهاء في كل شيء يمشون عدل إلا في هذا النوع من الأحاديث. شنو السبب؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. صدقني هي القضية هالشكل، واعترف بعضهم بذلك أن القضية إحنا إذا ما نتكلم، هذول اللي تشيعوا أنه إحنا إذا ما كنا هكذا نتكلم ديننا يذهب يتبخر، اللي هو دين البكرية سنة والجماعة على تعبيره، خلص كل الحقيقة كلها تروح للشيعة. إذا نقر لهم أيضا بهذه تروح القضية من إيد. فلازم من أول نقول ماذا المراد؟ هو المحبة فقط، المحبة هي المرادة. نحن نقول حتى على هذا إذا تنزلنا وسلمنا جدلا بأن المراد هو المحبة، هم هذا نصيدكم به. شوف احنا شقد نتنزل، شقد نتنازل احنا الآن، نقول يلا مو مشكلة المراد هو المحبة على ما تزعمون، هو مو مشكلة. ارجع إلى تفاسير علمائكم، ومنهم الزمخشري في الكشاف، زمخشري المعروف صاحب تفسير الكشاف، وهو من أهم تفاسير المخالفين. أيضا يفسر هو هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فماذا يقول؟ يقول النبي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدنيا والدين من أنفسهم، ولهذا أطلق ولم يقيد. فيجب عليهم، هنا خلي خط التفت، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، أي من حكم النفس، وحقه آثر لديهم من حقوقها. أولاً الزمخشري يؤكد أن معنى الآية أن حكم النبي أنفذ من حكم أنفسنا على أنفسنا، مو هالشكل، وهذا معناه الإمامة، وجوب الطاعة. وقبل ذلك يقول فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، صحيح؟ زين، كلش لطيف. إحنا نقول نتنازل عن قضية أن نفوذ حكمه يجب أن يكون قبل نفوذ حكم الآخرين، ونمسك بأنه على الأقل هذا المعنى بعد لا ينفونه، يفترض، لأنه إنما يحصرون بقوله صلى الله عليه وآله، يحصرون معنى قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقولون يعني مراد شنو؟ المحبة. زين، النبي أسس هذه أو ربط هذه المقولة، فرع هذه المقولة على أي أصل؟
هو الأصل الذي استند إليه بقوله ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم، يعني ربطها بالآية الكريمة في سورة الأحزاب. والآية الكريمة في سورة الأحزاب من جملة معانيها التي يذكرها الزمخشري أنه محبته صلى الله عليه وآله يجب أن تكون ماذا؟ قبل كل شيء آخر، فهو أحب إلينا من أنفسنا. هذه المحبة بذاتها تثبت إمامة أمير المؤمنين. شلون؟ ترجع إلى صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. هذا اسم الباب، هكذا عنونه مسلم هكذا في صحيحه من كتاب الإيمان. جاء في هذا الباب بهذا الحديث. شنو هذا الحديث؟ التفت. عن أنس، أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، يعني يقول في لفظين في حديث عبد الوارث أحد الرواة هذا أنه لا يؤمن الرجل، وفي حديث آخر لا يؤمن عبد. الحاصل نأخذ لفظ واحد نقول: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذا حديث رواه مسلم، متفق عليه، معروف هذا الحديث. النبي يقول لا يؤمن أحد، ماكو إيمان إذا هذا الأحد، هذا الإنسان لا يحبني أكثر من حبه لنفسه ومن أهله وماله والناس أجمعين، من والده، من والدته، من أبناء، من الكل، لازم يحبني أنا قبل الجميع. وهنا أكو قصة معروفة يرويها البخاري وغير البخاري، أنه ذات مرة عمر لعنه الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يتحذلق هالشكل، قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من الناس أجمعين إلا نفسي. يعني أنا بس، أنت أحب من الجميع بس أنا أحب نفسي أكثر من ما أحبك، هكذا يعني، شايف شلون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله أجابه بمثل هذا الجواب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن الناس أجمعين. فعمر فورا عدلها وبدلها، قال: فالآن والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فروايتهم تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الآن يا عمر. وهم يؤولون يشرحون معنى الآن يا عمر أنه الآن استقر الإيمان في صدرك، لأنه الآن يعني أقررت بهاللحظة. ترى إحنا نقول مو هذا المعنى يا أغبياء، المعنى أن النبي يقول ذلك استنكارا، يقول: الآن يا عمر، الآن هسه جاي قلت لي شنو؟ تقول أنا أحبك أكثر من الناس لكن أحب نفسي أكثر، فبعدين لما سمعتني قلت أنه أنت ترى مو مؤمن بهذا، بدلتها، تراجعت، رجعتها يعني، قلت: لا والله أنت الآن أحب إلي من نفسي، فالآن يا عمر، يعني هسه الآن. شايف شلون؟ هذا راجعوه، هذا الحديث موجود عندهم. الحاصل الحديث هذا المعروف: لا يؤمن عبد أو لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. زين، ماذا يقال في شرح هذا الحديث؟ هو هذا الحديث الذي يثبت وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وأنها مقدمة على كل محبة أخرى. نرجع إلى شرح صحيح مسلم للنووي، عالمهم المعروف، هذا عند شرح صحيح مسلم. ماذا يقول النووي؟ يقول: قال الإمام أبو سليمان الخطابي، ينقل قول أبو سليمان الخطابي في تعليقه على هذا الحديث المهم، يقول: لم يرد به حب الطبع. النبي ما أراد بذلك
أنه على الطبيعة واحد يحب النبي، لا، وإنما حبا من نوع خاص هو حب الاختيار. يعني أنت تختار محبة النبي مع لوازم هذه المحبة، مو أنه حب طبيعي أنت النبي حبيته هالشكل يعني على الطبيعة وعلى الفطرة، شايف شلون؟ إيه مثلا شكله حلو، كلامه منطقة حلو، حبيته هالشكل. لا، أكو حب خاص أنت مطالب به شرعا، يعني له منزلة شرعية وله لوازمه وآثاره. شنو هو هذا الحب؟ هذا حب الاختيار. يقول: لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. فمعناه، معنى هذا الحديث، لا تصدق في حبي، لاحظ هنا، هذا لازم تخلي تحت خط، لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك. فمعناه، أكررها لأنه هذا حجر الزاوية في بحثنا، لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي، أخذه النووي واعتمده. على هذا ماذا نفهم؟ لو افترضنا وتنزلنا كثيرا وسلمنا بأن دلالة قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو فقط إيجاب المحبة، فحيث أن النبي استند إلى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك في تقريره للمسلمين حين قال لهم: ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم، وفرع على ذلك قوله هذا، أو عطف قوله هذا على تلك الآية، على ذلك المعنى الثابت، وأثبت لعلي ما له ولو في إطار المحبة، ولو على وزن المحبة، على مرتبة المحبة. فمعنى ذلك أنه لا يؤمن عبد بمقتضى هذا الحديث الذي رواه مسلم، لا يؤمن عبد حتى يحب عليا أكثر من نفسه. ومعنى أن يحب عليا أو رسول الله أكثر من نفسه هو ما شرحه الخطابي بقوله: لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك. فإذا على هذا يكون علي واجب الطاعة على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، بل يجب على الجميع أن يتفانوا في طاعته، وبذا تثبت إمامته. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن المراد هي هذا النوع من المحبة، محبة الاختيار. فوين يروح البكري؟ وين يروح؟ وين يشرد؟ منين ما تروح نصيدك؟ تقول محبة نصيدك، تقول ما أدري المراد نصرة نصيدك، تقول ما أدري كذا نصيدك، وين ما تروح شمس علي لا تغطى بشيء. وللكلام إن شاء الله تتم نحولها إلى الليالي المقبلة إن شاء الله، إن أحيانا الله تعالى نفتح شوية باب الاتصالات. أحسنت سماحة الشيخ، وطيب الله أنفاسك على هذه الورقة البحث القيمة. نستقبل اتصالات الإخوان المشاهدين اللي يحب يستفسر على موضوع الحلقة، اللي عنده استفسار. اليوم نبي نعطي مجال للشيعة، ما نحصرهم بالبكريين، ولكن اللي تعطون، لو تعطون فرصة للبكريين يكون البرنامج أقوى شوي، لأن ممكن على أيدهم يهتدي أحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه المحاضرة. فكيفكم عاد؟
محمد حطيت الأرقام؟ ما قاعد أسمعك محمد. تكلم؟ في مشكلة الظاهر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم محمد إذا عندك مكالمة حول لي، إذا المايك ما يشتغل حول لي مكالمة على طول. أخذوا فاصل حتى يشوفون المايك شنو مشكلة. نعم أو تأخذ فاصل ونشوف المايك. ألو. إيه تفضل. السلام عليكم. الله يخليك. مرحبا. السلام عليكم. منو معي؟ تفضل. الله يخليك. والله خليل. الله يخليك. أريد أسلم على الشيخ. الله يطول. حياك الله خليل من بالقارية. نعم. سمحت الشيخ معكم. تفضل. الله يخليك عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم. والله أتلجت قلوبنا يا شيخنا. الله يطول عمرك بحق محمد وآل محمد. الله يبقيك بحق محمد وفاطمة. الله يبقيك بحق محمد وفاطمة. الله ينصر كل من يحبك. الله يحافظ عليك من جنبك ومن ورائك ومن خلفك ومن فوقك بحق فاطمة الزهراء. والله نحن سعداء وفرح. يعني انا الان ما اقدر، يعني مرات ذاك اليوم من حكيت معاك فقدت حتى الذاكره مالتي حوالي ربع ساعه. والله بقيت مثل المجنون. اشهد الله علي اني صادق في هذا الكلام. بارك الله بك. هذا اللي هذا اللي يريد اخابر عليه. والله نستلك دعاك شيخنا بحق محمد عليك يا الله. صلوات الله عليك. شكرا لكم. ابقاك الله مأجور اخوي علي. رحم الله والدينك تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. عندنا الاخ علي اميري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي علي. تفضل. عندي بس عده اسئله اذا ممكن اطرحها على سمحت الشيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا سمعت الشيخ في إحدى حلقاته يقول أنه فتوحات عمر بن الخطاب غير شرعية. إذا كان وأنا سمعت يعني أنه الإمام الحسن والحسين شاركوا في هذه الفتوحات، فكيف إذا كانت هي غير شرعية شارك الأئمة فيها؟ السؤال الثاني، كتاب فرائد الصمتين وينابيع المودة كتب شيعية أو سنية؟ لأنه السنة يقولون أنها للشيعة والشيعة يقولون أنها للسنة. نعم. بعد؟ نعم. إذا في بس سؤال واحد بس. تفضل. إذا ممكن. بالنسبة لموضوع التقية، أحد الأشياء التي كان يقولها الشيخ أنه لا تجوز التقية إلا إذا كان السيف موجه على رأسك أو مثلا كنت سوف تقتل. فأنا طرحت هذا الإشكال على أحد الأشخاص فقال لي أنه المرجع عندما يتكلم ليس من منطلق ذاته بل كولي على أمر المسلمين، فيحط يعني يكون في باله المسلمين الذين هم في الخطر والذين هم في المخاطر، يعني الذين يقتلون كل يوم، فلهذا تجوز عليه التقية. أحابب أعرف رأي الشيخ ورده على هذه الإشكال. أحسنت. مشكور حجينا حياك الله. عندنا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي محمد. محمد من المغرب. فقط أريد أن أشاهد الشيخ مباشرة. أريده الآن أن أشاهده. نعم تفضل معك سمحت الشيخ. تفضل. اللهم صل على محمد. محمد من المغرب. الحمد لله الذي جعل هذه القناة سبب لتشيعنا ولمعرفة التشيع الحقيقي على يد هذا الرجل الصادق فخر الشيعة حامل لواء راية المذهب الحق. أقسم بالله والله نحن في المغرب، خصوصا في شمال المغرب، طنجة، تطوان، في هذه المناطق الشمالية التي صعد فيها التشيع وبرز بروزا قويا. الحمد لله بهذا الرجل الذي أظهر لنا هذا الحق وهذا الشيء الذي كنا نجهله. والله كنا في ضلال. والله أقسم بالله أننا كنا صراحة هذا شيء لا يطاق. والله هذا شيء عجيب جدا. تقلبنا في كل القنوات ولم نجد الحق إلا في هذه القناة. فقط أقول فخرنا الحبيب ذو المرمى البعيد على الأحرار منهم والعبيد. ذخرنا ياسر الحقائق دوامغ مؤيد بفاطم لا غر وفؤاده زبر الحديد.
مؤيد بفاطم لا غر لا غرو فؤاده زبر الحديد. لاح صباح كان الناصب ظلامه، لاح صباح كان الناصب ظلامه، بدا لنا بكم نور الولاية شاهد. قدمنا إماما كانت الحميراء إمامه، قدمنا إماما كانت الحميراء إمامه. لعمري هذا فعل الحمقى إربيد، لعمري هذا فعل الحمقى إربيد. أقسم بالله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. والله والله الحمد لله بهذا الخير الكريم، ونشكر هذا الشيخ العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لولا هذا الخناق الذي في المغرب، حتى أننا نريد أن نساهم في هذه القناة حتى تبقى رائدة. وهذه القناة الحقيقة والله نعيش في القنوات كلها، نعيش والله الفوضى، ونعيش الافتراءات كلها، أقسم بالله ثلاثا. ولكن الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا يصح إلا الصحيح. والحق دائما يبرز، يبرز دائما أبدا. الحمد لله على هذا الشيخ صراحة التي تتجلى فيه الرحمانيات، تتجلى فيه الفيوضات الربانية الذي يظهر الحق. كنت والله من قبل هذا الوقت تابع للخميني وللخامنئي، الآن عرفت الحقيقة. والناس لا والله لا تلومون على هذا الأمر، فقد الناس يعني ذهبوا لهذا الأمر اعتمادا على القنوات الأخرى، ولكن الآن عرفنا الحقيقة وسددنا كل القنوات كلها. ونبقى دائما موفقين وتابعين لهذا الشيخ، لا نطريه، بل هذا الحق والله كلامه يخرج من القلب. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. نشهد أمام الله أن يطيل عمر هذا الرجل الشريف الشريف النفيس. أحسنت أخوي محمد، بارك الله فيك، وسلم وبارك على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، إن شاء الله نكون مع أهل البيت سلام الله عليهم. الأخ الكريم، وأنا لا أستحق كل هذا، بارك الله بك وأنا على دربك. محمد علي الموسوي من إيران، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله بالخير، أنا محمد علي الموسوي أتصل من إيران. تفضل أخوي محمد. الله يخليكم، أنا يمكن شوي عربيتي مو قوية مثلكم، لأن أنا مو يعني في الأصل عرب، يعني عربي، رجل عربي متعلم لغة العربية. نعم. فأريد يعني أطرح سؤال بالنسبة لحلقة من الحلقات، محاضرات سماحة الشيخ التي كانت في موضوع مصاهرات بنات أهل البيت عليهم السلام عن أعداء أهل البيت، يعني مع أعداء أهل البيت، بعض أعداء أهل البيت، وخاصة يعني المصاهرة بين بنت أمير المؤمنين وفلان ابن خطاب لعنة الله عليه. طرح يعني سماحة الشيخ طرح بعض الروايات، يعني بالنسبة لعبد الله ابن جعفر زوجه لسيدتنا زينب سلام الله عليها. فأنا يعني ما أعرف يعني سماحة الشيخ كان رأيه بالنسبة لعبد الله ابن جعفر أنه هو إنسان يعني مو مضبوط، أو كان يعني هذا الأحاديث اللي هو سماحة الشيخ قرأ من كتب أهل السنة مجرد إخبار، ولا يؤيد هذه الأخبار يعني؟ أحسنت، مشكور أخونا محمد، نشكرك على سؤالك، راح نجاوبك إن شاء الله. ناخذ حيدر من أمريكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شيخ. حياك الله أخوي حيدر. وحياكم. سؤالي للشيخ، شيخنا، دولة قطر بها حمد الإرهابي وموجة الإرهابية مؤخرا دزوا ملايين الدولارات للحماس، وتعرف أنت حماس ضد الشيعة، وهذا دعم مباشر للإرهاب، وهم يوميا يدزون ملايين الدولارات للعرعور في سوريا، وهسه حاليا عصابات العرعور تطوق المدن، وأي أحد من السوريين يتكلم أو يقول لا ينذبح، ولازم الإرهابيين يطبقون الشريعة بما يسمى شريعة البكرية بالإرهاب، وحمد الإرهابي وموزة الإرهابية جاي يدعمون هذا يوميا بالملايين الدولارات، وما حد جاي يتكلم، وعيني عين قناة الجزيرة تنظر للإرهاب، وما حد جاي يتكلم، ما حد جاي يحكي. شنو السبب شيخنا؟ سؤالي شنو السبب؟ يعني هل الشيعة واصلين من الضعف
إلى مرحلة لا يقدرون يتكلمون ولا يقدرون يحتجون، أو هم ذولاك أقوياء إلى درجة ما حد يقدر يوقف بوجههم. وشكرا شيخ. أحسنت أحسنت. ناخذ الأخ علاء من بيرمنغهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليكم عيد الغدير إن شاء الله. الله يبارك بعمرك. الله يسلمك. السلام على الشيخ إن شاء الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بس حبيت أسأل سؤال. إحنا نعرف إنه الإمام الحسين والإمام الحسن إمامان قاما أو قعدا بحديث الرسول صلى الله عليه وآله. أكو سؤال ينطرح يقول إيش وقت الإمام علي صار إمام؟ هاي البيعة بيعة الغدير لو قبلها لو وراها، يعني نص إمامة الإمام علي عليه السلام. أحسنت مشكور أخوي. شيخنا يمكن ما في وقت، خلينا نقعد نجاوب على الأسئلة. نشكر الأخوان اللي اتصلوا. نبدأ بالأخ علي أميري من اللي اتصل وسأل، يقول إذا كانت فتوحات عمر غير شرعية كيف شارك الأئمة في هذه الفتوحات؟ كما شارك النبي العظيم يوسف عليه الصلاة والسلام في حكومة رجل كافر، يعني لا ملازمة. ليس هنالك، ليس معنى قولنا أن هذه فتوحات غير شرعية أنه لا تجوز المشاركة بها بمسوغ شرعي بحكم من الأحكام الثانوية. فأحيانا يهتم المعصومون عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الفتوحات، فهذه الفتوحات وإن لم تكن بنصاب شرعي كامل إلا أنه في بعض الموارد تكون المشاركة فيها أفضل لمصلحة الإسلام والمسلمين من عدم المشاركة، وذلك لنقل مثلا الإسلام الحقيقي إلى تلك البلدان المفتوحة بدلا من أن ينتقل إليها الإسلام المشوه، الإسلام المنحرف، الإسلام المزيف. مثلا نحن نقرأ أن الحسنين عليهم الصلاة والسلام، المؤرخين ذكروا هذا، أنهما شارك في فتح إفريقيا، ولا شك أنهما صلوات الله عليهما في تلك الجولة وفي تلك السفرات الطويلة وفي تلك الفتوحات بذرا بذرة الإسلام الحق في بلاد إفريقيا. وهذا الأخ الكريم الذي اتصل بنا قبل قليل من بلاد المغرب، وتستشعرون منه هذا الولاء وهذا الاندفاع لأهل البيت صلوات الله عليهم، لأن دماء المغاربة، دماء عموما سكان شمال إفريقيا، هذه الدماء ارتبطت بدماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ القديم. وأحد أسباب هذه الارتباطات كما تلاحظون أن كثيرا من أئمتنا الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام قد تزوجوا من هذه البلاد، تزوجوا من المغاربة، تزوجوا من بلاد شمال إفريقيا، تزوجوا من النوبة، تزوجوا من مصر، تزوجوا من هذه البلاد، اختلطت الدماء معا. اختيار الأئمة لزوجات من تلك البلاد يدلنا على ماذا؟ على أن تلك البيئة قبل أن يختار الأئمة كانت بيئة عموما موالية لأهل البيت، محبة لأهل البيت. لولا هذا الحب، لولا هذا الولاء، لما كانت هذه البيئة ترتبط هكذا رجالا ونساء وأطفالا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لولا هذه البيئة الصحية إجمالا لما كان يخرج من هذه البيئة من ثار على الطاغية الثالث عثمان بن عفان، فإن كثيرا من الثوار على الطاغية الثالث كانوا مصريين كما تعلمون. فكيف يمكن تشكل مثل هذه البيئة لولا أن شارك الحسنان عليهما الصلاة والسلام في الفتح؟ إنهما حين يشاركان ينقلان معهما أخلاق الإسلام الحقيقية. البقية الذين هم في الجند إنما يغزون ويفتحون من أجل الدنيا، يريدون الحصول على مزيد من الغنائم، مزيد من الأموال، مزيد من الجواري، مزيد من السبايا، هذا همهم وهذا مبلغ همهم. من إذن يتكفل بنقل الإسلام الحقيقي؟ من يستطيع أن ينقذ ما يمكن إنقاذه حتى الشعوب التي فتحت أوطانها لا ترتد عن الإسلام؟ كانت هذه في بعض المراحل التاريخية
وظيفة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وظيفة أصحابهم الأبرار عليهم الرحمة والرضوان، كانوا يشاركون لهذا الداعي بهذا العنوان الثانوي، كانوا يشاركون، وليس معنى ذلك أنهم يسبغون على هذه الفتوحات الشرعية المطلقة، لا، هذا تماما كما لو أنه الآن نحن مثلا نتعرض في بلد من البلاد الإسلامية إلى غزو خارجي فرضا، وحصل هذا. اقرأوا أنتم في تاريخ العراق لما دخلت العساكر البريطانية إلى العراق وغزي العراق، وكان العراق آنئذ تابعا للدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت دولة ناصبية متعصبة سفكت دماء الشيعة لقرون وأرتهم الويلات، معروف تاريخ الدولة العثمانية، يعني اقرأوا أنتم سليم الأول ماذا صنع، اقرأوا كثير كثير، اسألوا من الإخوة التركمان الشيعة، شوفوا شلون عاملوهم العثمانيين من ذي قبل، أشياء بشعة جدا كيف عاملوا آباءهم. ترى هذول العلم التركمان، هذول الشيعة، هذول من نجا من الحروب، من حروب التطهير الطائفي التي قامت بها حكومة العثمانيين في تركيا وفي شمال العراق وفي أجزاء متعددة من مملكتها وإمبراطوريتها، هذول اللي نجوا، ترى هذول اللي نجوا على أي حال. فلما جاء الاستعمار البريطاني إلى العراق، هذا معروف، علماء الشيعة مجتهدو الشيعة أفتوا بوجوب الدفاع عن العراق جنبا إلى جنب مع العساكر العثمانية، وبالفعل كثيرين ذهبوا واشتركوا في القتال بشكل طبيعي جدا، ولم تكن فتواهم هذه عبارة عن إسباغ الشرعية على الحكم العثماني. الحكم العثماني كان حكما جائرا مسلوب الشرعية في نظر فقهاء الإسلام، أي في نظر فقهاء التشيع، ولكن من أجل الصالح العام، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، على أساس أنه الاستعمار لا يدخل، على أساس أنه الكفار لا يدخلون يحتلون بلادنا، إلى غير ذلك من العناوين الثانوية. فإن صححنا، أقول إن صححنا مشاركة الحسنين عليهم الصلاة والسلام في بعض تلك الفتوحات، فهو من هذا الباب، لا معناه أن تلك الفتوحات كانت شرعية 100%، لأن الفتوحات الشرعية كما قام النص عليه في الأحاديث الشريفة إنما هي تلك التي تكون بأمر من الإمام المعصوم أو بإجازة منه، ولم تكن تلك الفتوحات بإجازة من الإمام المعصوم، بل كان كثير منها مذموما لأنها كانت مجرد حروب للقتل والنهب والسلب واستحصال الغنائم والسبايا وما شاكل. ومن هنا لما يحارب أعداء الإسلام بقولهم إن الإسلام انتشر بالسيف، فهم إلى حد ما صادقون في هذه الكلمة، نعم لا بد من الاعتراف، ولكن أي إسلام انتشر بالسيف؟ إسلام أبي بكر وعمر، لا إسلام محمد وعلي صلوات الله عليهما. إسلام أهل البيت لم ينتشر بالسيف، انتشر بالحجة، انتشر بالقرآن، انتشر بنور السنة، انتشر بنور أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما ذلك الإسلام الآخر فنعم، انتشر بالسيف، انتشر بالدماء. فلما يكون الوضع هكذا، المؤمن أحيانا يجد أن من تكليفه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه لتحسين صورة الإسلام في تلك المجتمعات. يسأل سمحت الشيخ، يسأل عن كتاب فراض الصمتين وينابيع المودة للقندوزي الحنفي. هؤلاء مؤلفو هذه الكتب لا نعرفهم نحن في رجالنا، ولو كانوا من رجالنا لما استحيينا من أن ننسبهم إلينا، يعني ما عندنا مشكلة، ولكن واقعا نحن لا نعرفهم في رجالنا. يعني أنت إذا أخذت علم الرجال الشيعي ومن ترجم لهم من رجال الشيعة من علماء الشيعة، لا تجد هؤلاء في سلاسلنا نحن، في طرقنا نحن، عرفت شلون، في دوائرنا نحن، لا، هؤلاء كانوا من رجال العامة. القندوزي الحنفي حنفي، غاية ما هنالك أن الرجل كان عنده شيء من الإنصاف، شيء من الإنصاف،
فألف هذا الكتاب في مودة أهل البيت صلوات الله عليهم، وأثبت فيه أحاديث كثيرة من طرقهم ليست من طرقنا. يعني أنت ما تجد في هذا الأحاديث في أحاديثه مثلا عن طرق رجال الشيعة وأصحاب الأئمة عن الأئمة عن رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله، لا، وإنما عن الرجال العامة. فإنكار أن هؤلاء من رجالهم مكابرة مفضوحة معروفة، هم مو هذا مع الأسف دائما يصنعونه لما تتضيق الحلقات عليهم. أنا بلغني قبل أيام أنه الظاهر منتشر مقطع على الإنترنت للمناظرة مع هذا عميد كلية الشريعة أو أستاذ كلية الشريعة اللي في قطر، يوسف الصديقي، اللي تذكرون في شهر رمضان مو هذا الفائت السنة الماضية تقريبا، كم ليلة ناظرنا وياه هكذا، فرايحين شنو مروجين؟ أنه لا تصدقون هذا رجل شيعي متنكر، هذا يوسف الصديقي، هذا رجل شيعي متنكر. ليش؟ لأنه ما قبلوا بهذه الهزيمة له، راحوا فورا لبسوا أنه شيعي المسكين، والرجل مو شيعي أصلا، رجل بكري معروف في قطر وصورته موجودة، رجل أستاذ دكتوراه يدرس بالجامعة كلية الشريعة معروف، أي واحد يروح يسأل عنه، وهو كان يناجزنا كثيرا، يعني أي واحد يلاحظ المناظرة يعرف أنه هذا منطق واحد شيعي له هذا منطق واحد بكري، يعني واضح يعني. فشوف شلون ما يريدون الإقرار بشيء، أي شيء تجيب لهم يكذبون. يا أخي أشياء يسوون يعني تخزي حقيقة تخزي. أكو هذا اللي كان مفتي حلب سابقا، الشيخ محمد مرعي الأنطاكي، الذي ألف كتاب لماذا انتقلت إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كتاب معروف، هو من علماء الشافعية، كان أخوه أيضا من علماء الشافعية الشيخ أحمد الأنطاكي. تدري الآن شنو دا يقول؟ يقول هذا أصلا شخصيتان مجهولتان، مو مجهولتان يعني ليس لهما وجود، خياليتان، الشيعة اخترعوا هالشكل شخصية، ويعني أنه هذا من علمائنا وإحنا مو من علمائنا، مو موجود، وترجمته الرجل موجودة في الكتب، صوره موجودة إلى الآن، كثر التقوا به من الطرفين، السيد المرجع ممن التقى به هذا لما جاء إلى كربلاء المقدسة الشيخ محمد مرعي الأنطاكي، السيد المرجع دام ظله، ممن التقى به في ذلك الزمان، التقى به وجالسه وتحدث معه. فشوف الأكاذيب ما يستحون. فتوى شلتوت المعروفة، هذه فتوى شلتوت المختومة الموجودة الموثقة بالكتب والمجلات المصرية أيضا، موثقة بالمجلات المصرية، ينكرونها. القرضاوي يطلع يقول هذه كذب، هذا ما عندهم يا أخي أمانة، ما عندهم، لا يريد الإقرار بالهزيمة بس. فهذان الكتاب الكتابين وأمثالهما من الكتب يسبب إحراج للديانة البكرية ولكهنة البكرية، فيقولون لا هذول مو من رجالنا، هذول من رجال الشيعة، والله إحنا ما نعرفهم أصلا، ما نعرف من هؤلاء، يعني أقصد لا نعرفهم في رجالنا، احنا رجالنا موجودين، هاي كتبنا موجودة، كتب الرجال، واحد يروح كتب، يروح يطلع اعيان الشيعة مثلا لسيد محسن الامين، يروح يطلعه ويشوف وين ترجمت هؤلاء في رجال الشيعة، في اعيان الشيعة، ما موجودين. وحتى واحد يقدر يتبع، يشوف الكتاب، يتصفح الكتاب، يشوف الطرق تبين من يروي عن المشايخ، عن فلان عن فلان، معروفة هذه الطبقات، علم الطبقات، علم الرجال، علم الجرح، الرواة، الحديث، هذه معروفة، واحد ينقل عن هذا عن فلان، يعرف من الذي هو ضمن سلسلة رجال العامة، من هو الذي في سلسلة رجال الخاصة. فلا، هذه مكابرة لا يلتفت إليها. نعم، سمعكم أنكم تقولون أن التغية لا تجوز إلا إذا كان السيف على موجه للرأس، وعندما طرح هذه المقولة إلى أحد الأخوة قال له المراجع يتكلمون من منطلق أنهم أولياء أمر المسلمين، فيكون في بالهم جميع المسلمين وأحوالهم في شتى الأرض، فيجوز لهم التغية. إحنا عندنا مشكلة بصراحة، أننا لا نفهم جيدا، مع أننا نبسط الكلام قدر المستطاع ونحاول أن نخرجه عن اللغة الفقهية التي لا يفهمها العوام وبسطاء الناس قدر المستطاع، نجيب أمثلة، نحاول نبسط الكلام، ومع ذلك تقع اشتباهات فيما نحن نقول، حتى عند من هم محسوبون على العلماء.
أو على المعممين، فكيف بالعوام؟ فإحنا يعني نعذر الأخ ونعذر الجميع. إحنا لم نقل التقية لا تجوز إلا إذا كان السيف على رقبتك، إحنا نقول هكذا، نقول التقية لا تجوز إلا في حال الضرر، في حال توقع الضرر، وليس أي ضرر، الضرر المعتد به شرعا كأن يكون السيف على رقبتك. أنا دائما أجيب كلمة السيف على رقبتك شنو؟ كمثال أجيب على أنه لازم يكون أكو عندك ضرر، ضرر يسوى يعني، فتعمل بالتقية. صار واضح؟ مو أنه إذا واحد مو السيف على رقبته ولكن أكو ضرر آخر، ضرر مالي، ضرر بدني، ضرر بالعرض مثلا، ضرر على عموم المؤمنين، فإنه معنى ذلك أنه لا يسوغ له العمل بالتقية. لا أيها الإخوة، المشكلة أننا لا نفهم جيدا. ليش؟ بسبب أن المستوى عموما عند هذه الأمة مستوى واطئ في فهم الأصول الشرعية، في فهم القواعد الشرعية، التقية من القواعد الشرعية. على أي حال، إحنا عموما كلمتنا هي ترى للعلم كلمة المراجع، ترى في هذا الشأن إحنا مدى نختلف، إحنا والمراجع متفقون على أن التقية شرط استباحتها الضرر، هذا معروف، هذا معروف عند الفقهاء. ولكن إن كنا نختلف ففي تقييم الموضوعات، هذا هم ندخل بقضية فقهية ما راح يفهمون ماكو فائدة. الحاصل أنه ماكو خلاف في هذا الشأن. فلو افترضنا أن مرجعا يرى أن الضرر يتوجه إلى الأمة، إلى المؤمنين، وهو مسؤول بطبيعة الحال عن المؤمنين، فله أن يعمل بالتقية، نحن لا ننكر عليه في ذلك، أبدا لا ننكر. وفي نفس الوقت هو لا ينكر علينا أن نحن باجتهادنا نرى أنه ليس علينا نحن تقية لظروفنا، وأننا يجب أن نصدع بالحق حتى وإن استلزم الضرر كما قرره الفقهاء، لأن حفظ الدين أولى من حفظ نفوسنا ومن حفظ دمائنا ومن حفظ أموالنا ومن حفظ كل شيء آخر، فنحن أيضا يحترم اجتهادنا عندهم. ولذلك تلاحظون أن المراجع العدول ما تكلموا علينا بكلمة سيئة، ما قالوا شيء ضدنا. الذين تكلموا هم من لا تعترف بهم الحوزات، المراجع الذين صنعتهم السياسة أو صنعتهم الأحزاب، مراجع مزيفين يعني، مو مراجع حقيقيين. وإلا هؤلاء العدول لو كانوا يرون في منهجيتنا أننا نسبب يعني شيئا فيه خطورة، فيه الضرر للمؤمنين، وهذا يتجاوز الحدود الشرعية، لكانوا أفتوا ضدنا، كما أفتوا في محمد حسين فضل الله، قالوا عن نضال مظل مثلا لأنه تجاوز الحدود، كما أفتوا في غيره، أفتوا في شريعتي، أفتوا في كثيرين من الظلال، أفتوا في كثيرين ممن تجاوزوا الحدود. فنحن ما دمنا هكذا فإذا معنى ذلك أننا إن شاء الله تعالى على الأقل يحترم اجتهادنا عندهم كما نحن نعلم من واقع ما يصلنا عنهم، فليكن هذا معلوم. أحسنت سمعت الشيخ. معنا الأخ حسن من بلجيكا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخوي حسن، تسمعني واضح؟ أسمعك. حياك الله أخوي حسن، مو أنت اللي كلمتنا أعتقد يوم الأحد اللي فات؟ ايه كلمتك، انا كلمتك من شي يومين وسألت سماحة الشيخ ثلاثة سؤالين او ثلاثة اسئلة. نعم الاخ حسن. نعم تفضل سماحة الشيخ معاكم، تفضل. يعني سألت سماحة الشيخ ثلاثة اسئلة من حوالي يومين او هاي، واطلعت على المحاضرات الامس واليوم. الو. نعم اسمعت، تفضل اكمل. فوجدت أن كلام الشيخ مقنع، كلامه مقنع جدا ويستجيب للعقل ويستجيب للعقل، لذا يعني لذا أريد أن أتشيع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنيئا لك يا أخي الكريم، ثبتك الله على الإيمان. الله يبارك فيك يا شيخ، والله كلامك مقنع، والله أنا يعني
اولا اريد يعني ان اوجه رسالة الى علماء الشيعة. تفضل. يعني والله يعني سامحهم الله يعني على يعني هذه الحقائق. لماذا يخفون هذه الحقائق؟ انا اولا اريد ان اتكلم مع علماء الشيعة ليس مع علماء البكرية. اي والله علماء البكرية أسمع. معروفين انهم يخفون. علماء الشيعة لماذا يخفون هذه الحقائق؟ لماذا يخفون عنا كل هذه الحقائق؟ ألا يعلمون أن يوم القيامة يوجد جنة ونار؟ إما جنة وإما نار. أحسنت. والله العظيم حتى عندما كنت بكريا والله الذي لا إله غيره نفسي كانت ترفض أن أقدم أحد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات الله عليه. والله نفسي كانت ترفض أن أقدم أحدا علي أمير المؤمنين. فداء أبي وأمي ونفسي ومالي وعيوني وفداء كل شيء. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. فداء روحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فأنا الذي والله تعجز يعني أعجز عن التعبير. والله أعجز عن التعبير. أعجز هذا موقف يعني صعب جدا. ولكن أقول كلمة واحدة فقط. كل هم ينجلي بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بك. ثبتك على الإيمان والولاية والبراءة. أرجو منك يا سماحة الشيخ فقط أن تلقنني الشهادة إن شاء الله تعالى. قل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير. ولا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمد رسول الله وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. وأنه سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. وأشهد أنه مبرأ ومنزه من كل عيب وشين. وأشهد أنه مبرأ ومنزه من كل عيب وشين. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء. أشهد أن علي وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين. وأبناءهما المعصومين حجج الله. حجج الله. صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. أبرأوا إلى الله. أبرأوا إلى الله من أبي بكر وعمر. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. في النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك الجنة يا أخاه. الله يبارك فيك يا شيخ. ولكن تزين بالتقوى والورع. إن شاء الله يعني أريد يعني سأفتح صفحة جديدة إن شاء الله في ديني وأتعلم دين التشيع. إلهي آمين. وأتعلم دين التشيع الذي هو دين الإسلام الحق، دين أهل بيت النبوة. صلوات الله عليه. بارك الله بك. بيض الله وجهك. شكرا يا سماحة الشيخ. أحسنت أخوي حسن. بارك الله فيك. أخوي حسن أنت كنت من أتباع المذهب الحنبلي أو أنا كنت من المذهب الحنبلي. نعم. والآن أنت من أي دولة أخونا حسن؟ أنا من بلجيكا، أعيش في بلجيكا. ولكن من أي دولة أصلك؟ أنا من أصل لبناني. لبناني. نعم. من طرابلس أو من هذه الدولة؟
من طرابلس، من مدينة طرابلس في شمال لبنان. نعم، بارك الله فيك وحشرك الله مع محمد وآل محمد. تلفونك خلى عند الإخوان إن شاء الله حتى الإخوان يتواصلون معاك إن شاء الله. أرسلوا له كتاب إن شاء الله، عندنا مجموعة كتب راح نرسل إياهم. مشكور أخوي حسن وبارك الله فيك. سمحت الشيخ، نرجع إلى بس الأسئلة على السريع. الأخ محمد علي الموسوي من إيران، في محاضرتكم السابقة المصاهرات لا تنفي العداوة، يقول تطرقتم إلى عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب سلام الله عليها، فما رأيكم فيه، هل هو إيجابا أو سلبا؟ يعني أنا قلت، عرضت في خدمة الأخوة أنه عموما أميل إلى جرح هذا الرجل، وأنه لم يكن نظيفا، لم يكن نظيفا. هكذا الذي أستظهره من بعض آثار عندنا وعند مخالفينا على السواء. نعم، كان كلامي في تلك المحاضرة بالدرجة الأولى هو من باب الإلزام، يعني من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فحيث أردت أن أبطل التوهم الذي هو عندهم، هاي القاعدة الخرقاء التي اصطنعوها أخيرا، وهي أنه ما داموا قد يعني تصاهروا فإذا تنتفي العداوة، فجئنا بشواهد واضحة مما هم يروونه وينقلونه من آثار على أنه مع العداوات كانت تقع مصاهرات، وكانت العداوات على حالها. فكان كلامي من باب الإلزام، لكن رأيي الشخصي في عبد الله بن جعفر هو يعني أنه غير محمود، لا محمود الطريقة ولا محمود السيرة. سماحة الشيخ، عندنا أميل إلى هذا، يعني لم أقطع تمام القطع، أميل إليه، أميل إليه، يحتاج إلى مزيد من التحقيق. كذلك الأخ حيدر عنده سؤال، يقول دولة قطر بأموالهم يدعمون حماس الناصبية، وكذلك يدعمون الإرهابيين في ما يعرف يعني في أكثر من دولة خاصة في سوريا، وما يقول ما السبب، ولماذا يصمت الشيعة عنهم؟ هل هو ضعف من الشيعة أم هم أقوياء أكثر من اللازم؟ لا، هو غفلة وضعف من الشيعة صراحة. الشيعة غافلون. أنا كم مرة قلت لكم أيها الإخوة أنه الآن المنطقة كلا، يعني هذه الشرق الأوسط بشكل عام، هي مسرح لتقسيمات جديدة ولمعادلات جديدة تطبخ على دوائر أو عند دوائر عالمية كبرى في واشنطن، في لندن، وقطر داخلة على الخط، ما يسمى السعودية داخلة على الخط، تركيا داخلة على الخط، كل يحاول الآن من هذه الفوضى الخلاقة أن يأخذ بحصته من الكعكة. شايف شلون؟ أكو هنالك ترتيبات كثيرة الآن تصير، حتى خرائط الدول ستتغير في المستقبل المنظور. والمشكلة هي هذه، كما يعني حقيقة مشكلة تنكأ الجراح، بس شنو نقول؟ كم مرة نقول أيها الشيعة عليكم أن تعرفوا كيف تقتنص الفرص، فإن الفرص تمر مر السحاب كما يقول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وإذا لم نقتنصها فنحن سيفوتنا القطار وما نحصل على شيء. ليش؟ ليش ما نحصل على شيء؟ لأنه اللاعب الشيعي مفقود، اللاعب السياسي الشيعي مفقود في المنطقة. هناك لاعب بكري يتوزع إلى طوائف وجهات ودول وأنظمة، هناك لاعب حتى نصراني قبطي، الأقباط في مصر الآن دي يتحركون، يعني المهجرين الأقباط المصريين يتحركون على مستوى عال جدا في دوائر صنع القرار للعلم، احنا نعرف، حتى يخرجوا من هذه التقسيمات الجديدة، من هذه الطبخة الجديدة، ماكو من هذه الفوضى الخلاقة، بشيء في يدهم، بعصفور في يدهم خير من عشرة على الشجر. كل تحرك، بعضهم وصلوا مثل النصارى في جنوب السودان، حصلوا على دولتهم المستقلة، حصلوا على دولة الآن. بعض وصل إلى منتصف الطريق، شايف شلون؟ بعضهم وصل إلى ثلاثة أرباع الطريق مثل حركة الإخوان المسلمين الآن، ده تحكم، تحكم دول مهمة، والكل ماشي في طريقه، الكل ماشي دي يحصل شيء. المشكلة وين؟ اللاعب الشيعي خارج الساحة تماما. ليش خارج الساحة؟ لأنه ما عندنا فقه سياسي، هنالك غفلة مخيمة علينا،
حقيقة إحنا الخاسر الأكبر. والمشكلة هذه أيضا أنه إحنا من طرفنا حرمنا على أنفسنا ثلاثا، طلقنا السياسة ثلاثا، لا رجعة لنا فيهن. يعني أقصد ما أباشر ولا أسمح لمن هم معي وفي معيتي مباشرة العمل السياسي، أما أنبه، أنصح، أوجه، أتكلم، أقدم رأيي في المجريات السياسية الموجودة، هذا بعد ما نقدر نتخلى عنه لأنه وظيفة بعد بالنتيجة، هذا بالنتيجة وظيفة هم شرعية تصير لأنه شيء يهم المسلمين بشكل عام. فهذه نصيحة أنا أقولها، المفروض أولئك الذين يشتغلون بالميدان السياسي يأخذون بهذه النصيحة. من يشتغل بالميدان السياسي عادة إن كانوا ممن يتسمون بالشيعة فهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم أصلا منحرفون، طلاب دنيا. والمشكلة أيضا من جهة أخرى أنهم لا يفقهون السياسة جيدا، يعني حقيقة جهل في السياسة، لا يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولذلك يخوضون معارك لا طائل منها ولا فائدة منها، مثل هذه المعركة اللي صارت في البحرين، هذه الثورة اللي سويناها في البحرين شو نستفدنا منها؟ لا شيء. وأنا من اليوم الأول قلت، تتذكرون قلت ترى إذا ماشيين بهذا المسار قعدوا في بيوتكم، وفروا على أنفسكم، اعملوا بالتقية في هذا الشأن. سبحان الله، هل قد نهاجم على أنه إحنا ندعو إلى يعني رفع التقية أو نسعى إلى رفع التقية؟ وهذا التزام بما تعبدنا به الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إحنا نقرأ في الأدعية الشريفة: واجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك. يعني أنت وظيفتك ترفع التقية، تساهم في رفع التقية. الشريف المرتضى قدم فلوس لل خليفة العباسي، للحاكم العباسي، حتى يرفع التقية عن الشيعة، وما وفوا له طبعا. هو أمن 75% من الفلوس، بقى 25% على الشيعة ما وفوا له، فراحة القضية. فإذا نحن نمشي بهذا المسار، طيب ليش ما تقدرون أنه إحنا من جهة أخرى لا بالعكس ندعو إلى التقية في بعض الموارد؟ حقيقة لما نشوف القضية أنه من ورائها دماء ودمار وماكو فائدة، ندعو إلى التقية. وهذا أيضا مما دعانا إليه أئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إحنا متوازنين ترى، إحنا ما عندنا لا إفراط ولا تفريط. فمع الأسف ما عملوا بنصيحتنا من اليوم الأول، قلنا ترى هذا المسار غلط، إحنا مع الثورة على الظالم، إحنا مع إسقاط آل خليفة، بس بشرطها وشروطها، بشرطها وشروطها، يعني أن الثورة تكون شرعية إسلامية رافضية على ما يرضي الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وإلا إذا مجرد هكذا صراع سياسي بحت، فمعروف أنه ماكو تكافؤ في القوى، وأن الدائرة ستكون علينا، فالأفضل أن نكون في بيوتنا نحمي أنفسنا ورجالنا ونساءنا وأعراض نسائنا. ودمار صار لشعب كامل، دمار دمار دمار، حتى في الرزق الآن البحارنا ما عندهم يأكلون، طردوا من الوظائف، ما عندهم شيء الآن. البحارنا الآن يعيشون أعظم مأساة واقعا، لأن العالم ولا عالم واقف وياهم، بقية الشعوب يوقفون معاهم، دول عظمى واقفة وياهم، الشعب السوري واقفين معاهم، دول عظمى الآن تدعمهم حتى تمدهم بالسلاح والأموال، مو هالشكل. أما إحنا المساكين البحارنا، لأنه الشيعة ورافضة من واقف وياهم؟ بس إيران بالشعارات طبعا وبالإعلام وبالقناة مالتهم، سويت لهم قناة تخلي لهم يتكلمون، وثم ماذا؟ لا شيء. تريدون النصرة من الله من أهل البيت، عليكم أن تحسنوا علاقتكم مع الله وأهل البيت صلوات الله عليهم، حتى ينصركم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القضية هكذا. أما تريدون والعياذ بالله تنصروا الفكرة البترية، أين يأتيكم النصر من الله؟ من أين يأتيكم؟ فأكو غفلة مع الأسف. إحنا بس الله يشهد، هذا القلب ترى إيش قد يعني مليء بالجراح، الله يشهد، فقط الله. أنا أحيانا صدقوني وأنا ما أظهر هذا أمام الشاشة، ولكن أحيانا يشهد الله في الليالي أبكي أنا على وضع أمتنا وعلى وضع الشيعة في العالم. ومع الأسف أنه أنت تجد الحل بإيدك، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يعني شنو الفائدة أقدم رأيي ولا أطاع؟ شنو الفائدة؟ وسترون أيها الإخوة، وعادة هذا حصل وكثير منكم شهد هذا الشيء اللي إحنا نقوله، عادة يتحقق. لا أقصد يعني فهمنا
للمستقبل لمجريات الأمور. أكو أمور تعتبر ماذا يعني شلون نقول يعني مقدمات إرهاصات واضحة بالنسبة لنا واضحة، فإحنا نقرأها بشكل واضح نقول هذا ترى راح يصير. شوف الآن أحداث الكويت الآن، هذا قبل سنة أكثر أنا أتذكر في البث المباشر، ما تنبأت بهذا الذي يجري الآن بالكويت عينه أنا تنبأت به. شوفوا الآن شنو دا يصير. وهم نفس الكلام هم أقول أنه ترى الدولة يعني أقصد الحظ الأوفر سيكون لهذه الفئة المعارضة الجديدة اللي التحمت مع القبائل في الكويت، هؤلاء سيكون لهم الأمر والنهي في الكويت في العهد القريب. هسه راح تشوفوا الشيعة هم مراهنين على الحصان الخاسر مع الأسف، وما حد يفهم، ما حد يفهم صدقوني، ولا أحد فاهم سياسة عدل أنه شلون يشتغل. ولذلك بالنتيجة إحنا الخسرانين، إحنا دائما الخاسر الأكبر، دائما هكذا. شنو نسوي؟ ما عندنا غير نتوسل إلى الله عز وجل بأهل البيت أن يعجل فرج إمامنا حتى ينقذنا، وأنه إن شاء الله تطلع نخبة من هذه الأمة تكون فاهمة واعية، يلتف حولها الجماهير يطبقون هذه المنهجية التي فيها تحرير الإنسان الشيعي وإنهاض الإنسان الشيعي وجعل الإنسان الشيعي سيدا صاحب القرار صاحب موارده، وما ذلك على الله بعزيز. بس مع الأسف إلى الآن نحتاج كثير نشتغل حتى نصل إلى هذا إلى هذه المرحلة من الوعي. ادعوا أنتوا بس، ادعوا وتوسلوا، ادعوا إن شاء الله. إلهي أمين. ناخذ الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم أخوي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أحمد، وسماحت الشيخ معكم، تفضلوا. الله يبارك فيك. إزيك يا عبد الله، عامل ليه يا شيخ؟ حياك الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بارك الله. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. بارك الله بك، جعلك الله في خير ومسرات. أود أنا قلبي شرح للأخ اللي هو بتاع لبنان اللي قال أنا متشيع. نعم. وأنا الآن أقول لك أنا متشيع بفضلكم بفضلكم. الحمد لله بفضل الحمد لله. وأجعلني أكب على يدك لأقبلها يا شيخ. أستغفر الله، هاي ليلة عيد واقع، ليلة عيد ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة من المتشيعين ما شاء الله. بالعمر اللي ضاع مني، العمر اللي ضاع مني هباء من العلماء البكرية اللي بوصلونا كلام مضبوط. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من كل بغى علينا وكذب علينا ونافق وهو يعلم. المهم يا شيخ ان هو يعلم ان هذا نفاق وهذا كذب. والله 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 انا قلبي حزين على اولاد المتزوجين وغير المتزوجين، ومش عارف اعمل ايه، مش عارف، تايه في الدنيا، تايه في الدنيا. بصلي لوحدي بقالي شهر دلوقتي، اكثر من شهر بصلي لوحدي، وأشهد أن علي وفاطمة الزهراء وأولياء الله وأولادهم وحجهم وحجر الله. يا أخي والله العظيم أنا طلبت منك مرة وثنتين، ابعت لي كتب على حق أقرأها ولا تصفح فيها، خدني عندك وديني أي حتة. الله يصلح حالك. الله يحفظك. أنا في نار، أنا في نار، والله والله أنا في نار، ويعلم الله ذلك. وأوصيك قبل ما أقفل معك التليفون، أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى وأتوسل إليك أن تدعو لي الليلة. إلهي آمين. إن شاء الله. بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله أستحلفك يا شيخ أنك تدعوني النهاردة بفك كربي، وأن يبصرني للحق يا شيخ. وحماك ونصرك وأيدك، الله ودفع عنك كل سوء، ورزقك الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، جعلك الله معهم في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك، وعليكم السلام للقائمين على الأمر كلهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيئا لك يا أخي الكريم، هنيئا لك. شيخنا هذول الأخوان المتشيعين تحس إن في قلوبهم مليئة، لأن انتقلوا إلى مرحلة خاصة إذا كانوا كبار بالعمر، واقعا صحيح، وخلال مرحلة 50 سنة 40 سنة بعدين ينتبه إن كل المعلومات وكل الحقائق تطلع كذب، فما تتفاجأ بكل ردة فعل من عنده. صحيح. شوف شلون حرارة حقيقة، يعني كلامه يعني قف شعر رأسي حقيقة من الكلام حقيقة، تأثر يعني، وإحنا متأثرنا
أنه بعد كل هذا العمر كذبوا علينا منافقين، حسبي الله عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذه ليلة كانت الحمد لله مباركة، نحمده تعالى أنه الحمد لله أنعم علينا بهؤلاء الأخوة المهتدين الذين انجمعوا معنا في ولاية أهل البيت، مبايعة أهل البيت. بايعناك يا أمير المؤمنين في هذه الليلة، أنت ولي الله حقا، أنت خليفة رسول الله، وما زلنا ننتظر حفيدك الذي سيقيم العدل وينشر السلام ويعيد الإسلام غضا طريا بعد الاندراس. اندرس الإسلام، حرفوا الإسلام، احنا ننتظر ذلك الحفيد، حفيد محمد وعلي المدخر من الله لإصلاح شأن هذه الأمة. أنا أعدك أيها الأخ الكريم المصري العزيز على قلبنا، وأعد أيضا الأخ المغربي الذي اتصل، والأخ اللبناني أيضا من بلجيكا، أن أدعو لكم هذه الليلة إن شاء الله تعالى، أدعو لكم دعاء خاصا، وأدعو للجميع إن شاء الله أن يوفقهم الله عز وجل لاعتناق هذا النور إن شاء الله، والاستنارة بنور أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. شيخنا في نهاية مراجعة بيوس في سؤال الأخ علاء من بيرمنغهام، يقول الإمام الحسن والحسين لهم رواية إمامان قام أو قعد أو وكذلك أمير المؤمنين نصب رسول الله صلى الله عليه وآله ولي للمؤمنين، فيقول متى تنصبوا هذه الإمامة؟ هل من حديث القدير مثلا أو بعد؟ احنا قلنا سابقا أنه إمامة أهل البيت أثبتها النبي صلى الله عليه وآله منذ وأنذر عشيرتك الأقربين، منذ الإنذار يوم الدار، يعني من أول البعثة أثبت الإمامة، وقال لبني هاشم لعشيرته الأقربين أنه هذا، أشار إلى علي وقال هذا خليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، حتى أن وهذه رواية البكريين أيضا للعلم في تواريخهم هذه موجودة، إلى درجة أنه الكافر أبو لهب لعنه الله قام واستهزأ هو وجماعة معه من بني هاشم الذين كانوا على الكفر، وقالوا لأبي طالب عليه السلام، قالوا له اتفضل، ها قد أمرك بأن تسمع لابنك وتطيع، اللي هو علي بن أبي طالب. مش قد كان عمره؟ 9 سنوات كان عمره صلوات الله عليه. فهو إمام منذ تلك اللحظة. دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هذه: التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، اليوم الآخر، الإيمان بعدل الله، كل الأصول هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وآله من اليوم الأول، وكان يجددها دائما أساسا حتى قبل النبي. احنا نؤمن بناء على ما رواه أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن جميع الأنبياء، جميع الأنبياء تعبدوا أقوامهم بالإيمان بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبعترته الطاهرة، كل الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به وصلى بالأنبياء في السماء التفت إليهم بعد انتهاء الصلاة وقال لهم، مضمون الرواية أنا أنقل مضمون الحديث الشريف، قال لهم على ما بعثتم؟ قالوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكل الأنبياء هذا المعنى، هذا الأصل الأصيل ثابت. نعم كان النبي يحتاج إلى تجديده وتوثيقه. شلون يتجدد ويتوثق؟ مثل ما النبوة تتجدد وتتوثق سواء بسواء. إن المخالفين يطرحون هاي الشبهة، يقولون أنتم تقولون حديث الغدير قبل شهادة النبي صلى الله عليه وآله بشهرين تقريبا، صحيح؟ زين، إذن معنى ذلك ما كان إمام قبل ذلك، فإذا هاي الأحاديث والآيات التي نزلت قبل ذلك، وآيات نزلت قبل ذلك تدل على الإمامة، أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وآله تدل على الإمامة قبل ذلك، إذن هذه لم تفد الإمامة، لأن الإمامة إنما انعقدت من ذلك التاريخ. نقول يا جهل، مو هذا هو المعنى. رسول الله كان نبيا صحيح لما جرت بيعة العقبة، أنشأ نبوته من ذلك الحين،
أم أراد أن يوثق نبوته، يأخذ منهم موثقة يؤكد عليهم النصرة، التأييد، التفاني، الدفاع عنه، صحيح لو لا؟ لما جرت بيعة الشجرة شنو قبل ذلك؟ ما كان النبي نبيا صلى الله عليه وآله؟ كان نبيا، إنما هذه بيعة لتوثيق الأمر. فكذلك كان الحال في يوم الغدير، النبي في هذه بعد هذه الخطبة التي خطبها، وهي للعلم خطبة طويلة، هي مو فقط قوله صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم من أنفسكم فقال هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مو فقط هاي العبارتين الثلاث، لا، هي خطبة طويلة تطول ساعة. ترى أنا إن شاء الله في الليالي المقبلة أتلو لكم الخطبة كاملة إن شاء الله، حتى جميع المسلمين يعرفون، وأبين لكم كم اقتطع المخالفون البكريون من هذه الخطبة، إيش قد اقتطعوا المخالفون. هم يروون في مصادرهم أن من حضر الخطبة قالوا إن رسول الله لم يترك شيئا إلى يوم القيامة إلا وبينه. وين هاي الخطبة التي لم يترك شيئا إلى يوم القيامة؟ وينها؟ لماذا لم تنقلونها؟ تدري ليش ما نقلوها؟ لأنهم إن نقلوها بتمامها وكمالها لا يستريب امرئ قط في أن الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل ولا يستريب في أن أعداءهم، وعلى الأخص أبا بكر وعمر وعثمان، هم أعداء الله، وهم من أشار إليهم النبي، وسيأتي هذا إن شاء الله، أشار إليهم النبي في خطبته محذرا أنه هؤلاء سينقلبون على عترتي من بعدي. حذر، متتصور النبي ما حذر من أبي بكر وعمر؟ ما حذر من عائشة؟ النبي حذر كرارا ومرارا، ولكن ماذا نصنع مع الناس الذين لم يسمعوا؟ أنت اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ أيها الأخ الكريم، يا إخواني اقرأوا، إحنا أمة اقرأ، لما لا نقرأ؟ إحنا إذا نقرأ الكل يتشيع، إذا يقرأ جيدا، إلا من يكون جاحدا، وإحنا الجاحد ما عندنا كلام وياه، إحنا كلامنا مع الناس الطيبين، مع الناس الأطهار، مع الناس الذين فيهم طهارة روحية، إحنا نخاطب هؤلاء، ما لنا شغل إحنا بالملوثين الذين لو تجيب لهم ماي البحر هم ما يغسلهم، عرفت شلون؟ ما يفيدنا هؤلاء إحنا، إحنا كلامنا مع الناس اللي عندهم قابلية لاستقبال النور والهدى. يا أخي اقرأ التاريخ، سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا ذكره كل من ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ارجعوا شوفوا أنتوا قصص ابن كثير كذا إلى آخره، كثير أنا الآن ما أتذكر في أي مصدر على التعيين، ذكرته في محاضراتي السابقة. سليمان عليه السلام نفى واحدا من أصحابه المنافقين وحذر منه، نفاه أصلا، نفاه زين، نفاه، قال هذا لا تجيبوا أصلا ليقرب صوبكم، نفي وحذر منه أمته كثيرا أنه هذا سيضلكم، هذا سيبعدكم عن طريق الله، هذا سيحرف ديننا. أخيرا بعدما توفي النبي سليمان عليه الصلاة والسلام اجتمع بنو إسرائيل وجاءوا بذلك المنفي عينه ونصبوه ملكا عليه، خليفة لموسى لسليمان. هؤلاء هم البشر، حتى واحد لا يستغرب يقول إذا النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الدرجة حذر من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، لماذا الأمة بعد ذلك جاءت بهؤلاء جعلتهم قادة لها؟ يا أخي البشر هم البشر، مثل ما حصل مع الأنبياء السابقين حصل في هذه الأمة، كل الأنبياء السابقين أصحابهم المنحرفون المنافقون حرفوا دينهم من بعدهم، كذلك حصل في أمتنا هذه، والنبي صلى الله عليه وآله تنبأ بذلك، لترجعن كفارا، لتدخلن ما فيما دخل فيه اليهود والنصارى، حتى لو سلكوا أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، خلص. وقال معظم هاي الأمة ترجع كافرة فيما بعد، هاي روايات كلها نقلناها من البخاري، من مسلم، من أحاديثهم الكثيرة. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذا الشيء. فإذا لما النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا مثلا، ليس معنى ذلك أنهما ما كانا إمامين قبل ذلك، وإنما هذا نوع من أنواع تجديد وتوثيق الأمر.
كذلك حين يأخذ البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام في الغدير، إنما يريد أن يوثق هذا الأمر على الأمة. لما أراد أن يكتب الكتاب ومنعه من ذلك حفنة المنافقين عمر وأصحابه، أراد أن يوثق هذا الكتاب حتى يكون أكثر توثيقا وتأكيدا. شايف شلون؟ توثيقات. منع من كتابة الكتاب، لكن الحمد لله هنالك كتاب آخر يرويه المخالفون أن النبي صلى الله عليه وآله أرسله إلى أهل مقناء في شؤونهم، فمما ذكر في هذا الكتاب الذي نقل خطه المخالفون في كتبهم، في كتب السيرة، الخط خط النبي نقلوه وختم النبي صلى الله عليه وآله، ورد في هذا الكتاب، كتاب النبي لأهل مقناء، أنه صلى الله عليه وآله كتب إليهم وقال: وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله. فالحق لا يضيع، يعني هذا الكتاب إذا ذاك الكتاب فقد فهذا الكتاب موجود، وذكره البكرية في مصادرهم، وهذا يثبت أن الإمارة الحكم حق أصيل لأهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم. هاي الإمامة، إمامة الدين والدنيا معا. الآن تأتي مجموعة من المنافقين تسلب الإمارة الدنيوية، إمامة الإمامة الدنيوية إنجاز التعبير، يعني الحكم، حكومة تسلبها. هذا ليس معناه أنه قد سلبت منهم الإمامة الدينية، الإمامة الدينية على حالها، والإمامة الدنيوية ثابتة لهم، لكنهم منعوا من أداء وظائفهم. مثل ما يقولون الحكومة الشرعية مثلا في المنفى، جاءت حكومة احتلال وأخذت هاي الحكومة، عرفت شلون؟ الحكومة الشرعية باقية لكن ممنوعة من التصرف بالقوة الغاشمة التي جاءت. كذلك قوة أبي بكر وعمر ذولا جابوا قبيلة بني أسلم، دخلوا في المدينة، خبطوا الناس خبطا إلى البيعة، حكم عسكري فرضوا، حكم عسكري سووا، أحكام عسكرية فرضوا على الناس، فمنعوا أهل البيت من التصرف، منعوهم من التصرف، واستمرت هذه المأساة إلى يومنا هذا. الآن الشعوب الإسلامية عليها أن تعيد الحق إلى أصحابه إذا تريد النجاة، إذا تريد الراحة، إذا تريد الأمان، إذا تريد السلام، إذا تريد الخلاص من الجور، تنادي بالخليفة الشرعي، فماذا تقول؟ الشعب يريد ظهور الإمام، هذا المطلوب. أحسنت سمعت الشيخ، طيب الله أنفاسكم، وأعزائي المشاهدين نشكركم على حسن استماعكم، نشكر كل المتصلين، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نعطي مجال أكثر للاتصال إن شاء الله. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وارحم أعدائهم.